صباح الهنا والرزق ومنتصف الاسبوع وعشرة الصبح في الاهلي. اكيد كل حلقه بيكون معانا اخبار وضيوف مختلفين، بس في الاول وفي الاخر اكيد بتكون يعني اخبار وضيوف بيهموا حضراتكم اللي بيقولوه، واللي كمان بنحاول ان احنا نحلل معاهم ونعرف اخر الترندز ونعرف بالظبط ايه اللي بيدور في الكواليس. كل ده هنعرفه ان شاء الله على مدار كمان حلقتنا النهارده تحديدا. بونجور كريم. صباح الفل. بونجورين. صباح الفل على حضراتكم مشاهدينا في كل مكان. بدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي، اكيد هنتكلم من خلالها عن كتير من المواضيع اللي تهم حضراتكم، وبرضو كالعادة هنعرفكم عن كتير من المستجدات اللي حصلت خلال ال 24 ساعة اللي فاتوا. بالمناسبة الساعة الثانية من حلقتنا النهاردة هيكون معانا فيها أكتر من فقرة حوارية. الأولى هينورنا من خلالها كابتن محمد حشيش نجم النادي الأهلي السابق، وأكيد هنفتح معاه كتير من الملفات الأهلوية. الفقرة الثانية هينورنا فيها الناقد الرياضي الأستاذ علي البحيري. أما ثالث وآخر فقرتنا فهي هتكون فقرة مسجلة، فقرة طبية بطبيعة الحال، هتكون منورانا فيها الدكتورة إيمان المراكبي، وبرضه هيتفتح معاها ملف يهم كتير جدا من حضراتكم. تعالى بقى نخش على الماتشات على طول. يلا بينا، لان احنا يعني بقالنا كده فتره عندنا ضغط شويه او عندنا مباريات اهم من بعضها زي ما بيتقال. عندنا ماتش مهم كمان يوم الخميس القادم باذن الله بعد بكره، والاهلي فيه هيواجه المصري على استاد برج العرب بالاسكندريه تحديدا، هنا في اطار منافسات الجوله ال13 من بطوله الدوري الممتاز اللي لحد دلوقتي ماشيه كويس وماشيه كويس جدا، خلينا نقولها بهذا الشكل. الفريق بيستعد بقوه بعد فتره راحه كانت يعني السبت والحد، رجعنا بعد كده للتدريبات بالامس وعرضناها لحضراتكم انا وكريم طبعا في البرنامج، وانتظم بعد كده في المرام. خلينا نقول بقى وده الخبر الحلو، الثنائي هنا بنتكلم محمد الضوي كريستو وخالد عبد الفتاح، وامبارح شاركوا لاول مره في التدريبات الجماعيه للفريق على ملعب مختار التتش. طبعا ده كان يعني مع ترحيب كبير جدا من لاعبي النادي الاهلي باللاعبين الجدد، وده الحال بتاعنا يعني ما هوش حاجه جديده، هو ده حال اي عضو جديد بينضم للنادي الاهلي. زي ما حضراتكم بتبقوا عارفين بيبقى في ترحاب، في كيمستري حلوه جدا، بيبقى في دعم من اللعيبه، وده بيجي تلقائي، ما بيبقاش حد بيقول لهم لازم تعملوا كده. روح موجوده بين اللعيبه، واحنا عارفين احنا كلنا بنبقى فاميلي او بجد كيان واحد، فاي عنصر بيجي بنحاول ان احنا يعني ندمجه ما بيننا، وده اللي حصل. ويمكن اسماء كتيره جدا، يعني مش عايزه اقول حد وانسى حد، بس اسماء كتيره جدا يا كريم الفترات اللي فاتت جم وانضموا للنادي الاهلي، ويمكن هم حتى تحدثوا قد ايه كان في كيمستري وقد ايه كانت العلاقه قويه جدا كمان في فتره صغيره. من اللقطات كمان لمران امبارح كان ظهر لحضراتكم لو فاكرين بيرس تاو في التدريبات البدنيه بعد الحمد لله، بنتكلم هنا عن تعافيه من الاصابه في العضله الخلفيه، وكمان طاهر محمد طاهر شارك في التدريبات بعد تعافيه من الاصابه اللي كان في جزع في الرباط الداخلي للركبه. طبعا كلها اصابات دمها تقيل، حتى اسمها تقيل، جزع الركبة يعني الحمد لله على سلامتهم، ونتمنى ما يكونش في اي اصابات تانية زي ما بتقال كده الفترة دي، يقول لك لعنة الاصابات في النادي الاهلي، بجد والله حاجة صعبة جدا. بنفكر حضراتكم كمان ان طبعا الاهلي بيتصدر بجداره مسابقه الدوري الممتاز برصيد 30 نقطه، فاز في 9 مباريات واتعادل في 3. كل التوفيق لفريقنا ان شاء الله في الفتره اللي جايه. خليني اقول لحضراتكم كمان قررت لجنه المباريات بالنادي توفير اتوبيسات مجانيه لنقل هنا جماهير الاهلي للاسكندريه لحضور مباراه المصري. اتوبيسات هتتحرك من امام بوابات هنا تحديدا، للي عايز بقى يروح يركز في اللي انا هقوله ده، هتبقى من امام بوابات فرع النادي بالشيخ زايد، بدايه هتبقى من الساعه 10 الصبح، وهيكون اخر موعد للتحرك في الساعه تحديدا 12 الظهر. ولازم يكون في حوزه كل مشجع قبل ما يتحرك بطاقه الشخصيه اللي هي الفان اي دي يعني، وطبعا تذكره المباراه، وهيحظر طبعا تماما اصطحاب اي ادوات تتعارض مع هنا سلامه الجماهير والمنشات. زي ما حضراتكم عارفين خلاص الكلام ده قلناه كذا مره، يعني محدش بقى يفكر ان هو يروح معهوش الفان اي دي، ما يبقاش معاه التذكره بتاعته، يروح بحاجات مخالفه، الكلام ده كله هيبقى هو اللي بيجيب لنفسه تاجيل وبيجيب لنفسه مشاكل، يعني الموضوع ما بقاش فيه اي مجال لان احنا نعدي حاجه زي كده. وخلاص طبعا الجماهير بقت عارفه ده برده يا كريم، بس دي حاجه حلوه ان انت دلوقتي كمان بتحاول تسهل كل العراقيل على الجماهير بتاعتك، الناس اللي عايز تتحرك من هنا الاوتوبيسات موجوده فري زي ما بتقال تماما، احنا محتاجين جماهيرنا تبقى في ظهرنا، اوريدي جماهيرنا بتبقى في ظهرنا في اي حته، ومش محتاج حتى ان انت تعمل اي حاجه، بس دي برده كانت زي ما بيتقال جستشر حلوه او يعني حاجه حلوه من النادي الاهلي طبعا لجماهيره اللي يستحق ده اكيد. ودي برضو نرجع ونقول حاجة معتادة، كل الأمور دي معتادة من النادي الأهلي ومتوقعة من قبل جماهير النادي الأهلي. النادي الأهلي عارف كويس قوي يعني إيه الجمهور يكون حاضر وبقوة. النادي الأهلي مرت عليه لحظات كتير جدا جدا، كان النجم الأول في المباريات
في اوقات كتير كان جمهور النادي الاهلي، جمهور اللي دايما عنده ثقه عظيمه في اللعيبه، جمهور اللي بيقعدوا يشجعوا من اول لحظه لغايه حتى بعد ما بتنتهي احداث المباراه، في ظهر اللعيبه وفي كتف اللعيبه، زئير الجماهير اللي بيرج المدرجات في كتير من الاحيان كان سبب رئيسي ومباشر، الى جانب طبعا امكانيات اللعيبه والخطه والى يعني الى اخره، ولكن طبعا دايما الحضور الجماهيري بيكون طاغي في معادله النجاح اللي دايما بيحققها النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي عبر ازمنه مختلفه. طيب تعالوا بقى ناخد حضراتكم لملف مختلف حبتين، هنروح لمنتخب مصر لليد. عايزين نعرف حضراتكم ان الاسباني روبرتو جارسيا مدرب منتخب مصر لكره اليد اعلن قائمه الفريق اللي هتشارك ان شاء الله في بطوله العالم المقامه في بولندا والسويد خلال الفتره من 11 وحتى يوم 29 من يناير الجاري. ضمت القائمه 16 لاعب وثلاث حراس مرمى وثلاث لاعبين في قائمه الاحتياطي، طبعا متوقع لان يعني تحسبا لحدوث اي اصابات لا سمح الله او اي قرارات فنيه من قبل المدير الفني. بتشهد قائمه مصر بعض الغيابات ولكنها غيابات الحقيقه لازم يتوقف قدامها شويه، يعني لما نقول لحضراتكم ان قائد المنتخب احمد الاحمر مش هيكون بيشارك بسبب اعتزاله اللعب الدولي، اكيد خساره فادحه للمنتخب. وبنتكلم عن نجم استثنائي اوجد نجوميه مفرطه لكره اليد بشكل عام، احنا بنتكلم على واحد من اهم لعيبه كره اليد في تاريخ كره اليد المصريه الحقيقه. كمان هيغيب يحيى خالد نجم فيزرم المجري بسبب اصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبه، اكيد بنتمنى له الشفاء العاجل. محمد عصام الطيار هو كمان هيغيب وهو حارس مرمى لايبزيج الالماني اللي استبعد لاسباب فنيه. بالنسبه بقى لقائمه المنتخب، فالقائمه بتضم الاسماء الاتيه: في حراسه مرمى كريم هنداوي، محمد علي، عبد الرحمن حميد، الجناح الايمن محمد سند، اكرم يسري، الجناح الايسر عمر الوكيل بكار، احمد مؤمن صفا، لاعب الدائره ابراهيم المصري، احمد عادل، محمد ممدوح هاشم، شادي خليل، الظهير الايمن مهاب سعيد، محسن رمضان، الظهير الايسر علي زين، يحيى الدرع، حسن قداح، صانع اللعب احمد هشام دودو، وسيف الدرع واحمد خيري. وبالمناسبه منتخب اليد موجود في المجموعه السابعه مع ناس تقايل كلها، كرواتيا والمغرب والولايات المتحده الامريكيه. اكيد هيبقى لنا كلام كتير مع حضراتكم عن منتخب اليد وتوقعاتنا للي هيعمله ان شاء الله اثناء مشاركته، هنتكلم في كل الكلام ده في فقرتنا اللي هينورنا فيها الناقد الرياضي الاستاذ علي البحيري. بص زي ما انت قلت تحديدا لو هنتكلم عن احمد الاحمر من اللعيبه التقال جدا، طبعا هو لاعب نادي الزمالك بس حق يقال هو من اللعيبه التقال جدا جدا واللي قدم لمنتخب مصر لليد العديد من البطولات واللعب الحلو واللعب اللي طبعا بجد كان يمتعك زي ما بيتقال كده وسكور حلو. فطبعا فكره ان هو يعتزل دوليا وده وفقا للسن بتاعه فامر طبعا ما فيهوش مشكلة، لكن الواحد بيزعل، يعني الواحد طبعا بيزعل، لكن بنتمنى ان منتخب مصر يبقى عنده نماذج زي دي كمان في المستقبل. وبالفعل احنا عندنا برضو قطاع الناشئين بتاعنا في اليد رائع في الأندية المختلفة يعني، فبالتوفيق ان شاء الله كمان للي جاي. بس اكيد هي خسارة، ومش بس احمد الاحمر، لبعض الاسماء اللي هي اضافت كتير لهذه يعني الرياضة. خبر حلو بقى، وهنا فكرة ان مصر بتواصل استضافة مزيد من الفعاليات الرياضية. في مارس اللي جاي ده هتكون في الغردقة اللي هتستضيف مصر بطولة كاس العالم للقوة البدنية بمشاركة وفود من 50 دولة. طب ايه الجميل هنا؟ الجميل ان شعار البطولة دي تحديدا والميداليات هتكون مستوحاة من التصاميم الفرعونية اللي أكيد هتكون برضو عارف عامل جذب للأجانب المشاركين طبعًا. الأجانب كل واحد بيبقى مسافر بلد ما بيبقى حابب أنه هو يطلع على يعني التاريخ بتاعها على الكالتشر بتاعتها. فأنت دلوقتي بتستضيف بطولة زي كده بتحضرها كمان 50 دولة أو وفود من 50 دولة، فحلو أن هم ييجوا يتعرفوا على كمان الثقافة بتاعتنا والحضارة بتاعتنا اللي العالم كله بالفعل عارفها، بس ده بيبقى تحت مسمى ماركتنج اللي هو الترويج الرياضة السياحية أو السياحة الرياضية. فأعتقد دي حاجة يعني محترمة جدا. وفكرة كمان يا كريم يعني حصول مصر على تنظيم بطولة كأس العالم أكيد أكيد ما كانش بالأمر السهل، مش فجأة كده وإحنا قاعدين قلنا خلاص البطولة الجاية بتاعتي، ما بتبقاش كده. أنت بتقدم طلب وطلبات عديدة كمان وبيتم فحصها وكذا دولة كمان بتكون مقدمة قدامك، لكن في ملفات كتيرة وفي بروسس كتيرة أو طويلة بيتم يعني على أساسها الاختيار. لكن في النهاية نقدر نقول مبروك إن مصر هو اللي تم يعني اختيارها كدولة إن هي تستضيف هذه البطولة. وأعتقد ده راجع ليه مميزات كتيرة جدا طبعا. الجو وسهولة السفر ورغبة الدول كمان المختلفة يعني في خوض كأس العالم بدولة مختلفة طبعا زي مصر، أعتقد يقدروا كمان يتمتعوا بجانب الرياضة بفكرة السياحة خلال البطولة. والعالم كله اللي بيتحدث إن مصر الحمد لله
من الحاجات اللي ربنا مديها لنا من غير ما احنا حتى نعمل مجهود، الجو الحلو المميز اللي ما فيش زيه معلش هنا، انا مش ببالغ، في العالم كله، في العالم كله بلا استثناء. روح شوف اوروبا الجميله اللي احنا بنحبها نروحها في الشتاء، بس يعني اللي يحب الشتاء، غير كده انت يعني انت هتتدمر. الناس اللي بتكره الشتاء كارثه، يعني اوروبا في الشتاء كارثه. وعلى الصعيد الثاني طبعا دول الخليج الشقيقه، لكن ما ينفعش برضو ان انت تستمتع بيها قوي في الصيف، شهر 7 و8 و9 بتبقى كارثيه. فانت بتتكلم ان مصر في اي توقيت عايز حتى تصيف شهر 12 تقدر تروح، عندنا بيبقى برضو شرم الشيخ واسوان والاماكن دي الجو فيها مقبول الى حد كبير. فأعتقد دي كانت إضافة كبيرة جدا برضو. بالمناسبة خليني أقول لحضراتكم برضو، دول كتيرة كانت مقدمة زي ما أنا كنت بقول، لكن هي رسيت على مصر. يمكن كانت روسيا من الدول اللي قدمت كمان، لكن الحمد لله أن الموضوع يعني رسي على مصر، إضافة كتيرة أو كبيرة لينا. وعلى الصعيد التاني المهم بقى يا كريم من البطولات دي ان انت تاخدها زي ما انا كنت بقول ملف للماركتينج بتاعك، يعني مش بطوله وخلاص بتيجي و50 دوله و50 وفد من 50 دوله، انت لازم تبص على سكيل اعلى، ابتدي اروج ازاي على هاشتاج. فاكر زمان This is Egypt لما اتعمل الهاشتاج ده وصل للعالم كله، انا مش ببالغ، شوف كام هاشتاج ده، يعني تقريبا اكتر من مليار حاجه زي كده كان تم تداوله، هاشتاج كان ناجح جدا This is Egypt من فتره. فانا اتمنى كل رياضه يبقى ليها هاشتاج معين على السوشيال ميديا المختلفه، البلاتفورمز المختلفه، بتفرق بشكل كبير. صحيح، وفكره ان مصر خلاص بقى يعني بقى لها فتره كمان، مش حاجه جديده، بقى لها فتره عامله شغل ممتاز في ملف استضافه البطولات العالميه اللي بتشارك من خلالها وفود من تقريبا كل دول العالم، فهي اكيد مورد اضافي لإلقاء الضوء على السياحه في مصر وعلى الطقس في مصر وعلى الجمال اللي موجود عندنا في بلدنا. واللي يعني انا عايز اقولها بصيغه يعني فيها شيء من الشجن كده، ان للاسف الاجانب، وانت اكيد برضو ممكن تبقي لاحظتي ده، يعني هو لو انت تواجدتي في اي وقت من الاوقات مثلا في معبد من المعابد الفرعونيه القديمه او في الهرم، عارفين كلتشر اكتر عن غير كده بقى، واقفين بتحس ان في قدسيه في الجو. الناس دول واقفين مقدرين تاريخنا وحضارتنا وتراثنا يمكن اكتر مننا احنا شخصيا بكتير، ودي حاجه من الحاجات اللي لازم تتغير عندنا على فكره. انا بتفق معاك الى حد كبير، عندهم ممكن البعض منهم معلومات، بس ده رجع للمنظومه التعليميه شويه. انا فاكره ايام واحنا صغيرين في المدرسه كان دايما لازم كل كام شهر او كل شهر تقريبا مش فاكره لازم ياخدونا حاجه رحله كده، بيبقى كان من الرحلات الكتيره جدا حاجات ليها علاقه بالكالتشرز، الاهرامات والمتحف، وكانوا بيشرحوا لنا، مش واخديننا وخلاص، كانوا بيشرحوا لنا. فغير ان احنا كنا بندرس طبعا التاريخ بتاعنا، فبرضه ده كان بيفرق. دلوقتي التعليم اختلف، انت عارف معظم يعني ولاد العيله بتاعتنا والناس اللي حوالينا والمعظم يعني ماجوريتي دلوقتي في المجتمع مدارس لا تهتم الى حد كبير بالتاريخ بتاعك، فمدارس الانترناشونال يعني في وفي على كل حال، يعني مش كل المدارس، بس دي نقطه مهمه اللي انت بتتكلم فيها، انت لازم تنمي ده من وانت طفل، من طفل وهو صغير لازم يبقى عارف الكالتشر بتاعته. عارفه يا هواد لما تروحي مثلا الهرم معاكي ناس اصدقاء جايين لك مثلا رحله فسحه لمده اسبوع 10 ايام، فتاخديهم مثلا الاهرامات وابو الهول وكذا، فتقفي قدام حجر من احجار الهرم وتلاقي حد كاتب عليه بقلم فلوماستر احمد بيحب سوسن وقلبه سهمين. طب يعني ازاي كده؟ اه والله العظيم يعني شفناها كتير للاسف. عارف لو جدودنا يعرفوا ان احنا هنعمل كده. لا بس طبعا لازم، انا على فكره الحاجات دي يمكن تضحك شويه دلوقتي احنا بنهزر، هو ده اللي يهم اللي يضحك، لكن لازم يكون هو اوريدي في حاجات كتيره فيها قوانين على فكره، بس المشكله مش في القوانين، مش في انك يعني تكتب قانون او انت يعني تصدر قانون، المشكله في تطبيق القوانين. أيوة طبعا، يعني فكره طبعًا انك تطبق هذا طبعًا القانون هي دي الازمه. حاجه زي كده دي طبعا بتندرج تحت يعني محاسبه كبيره جدا دي قانونيه جريبة طبعا، انت بتدمر الاثار بتاعتك. فلو حد بس يكون في ضبطيه اكتر ويكون في مراقبه اكتر للناس اللي بتعمل كده، وما يبقاش في معلش، كلمه معلش هي مشكلتنا. انا بكره كلمه معلش، مفيش حاجه اسمها معلش، اللي بيغلط لازم يتحاسب، لانه لما هيتحاسب مش هيكررها. لكن في حياتنا كل حد يخبطك معلش، حد مش عارف ايه معلش، لا ما انا بكره كلمه، انا لما بغلط انا عايزه اتحاسب. انا بقى دايما بقول للناس كده، انا لما اغلط حاسبوني، مفيش حاجه اسمها معلش. فنتمنى يعني الخير دايما، ومن خلال الفعاليات الدوليه والعالميه اللي احنا بنستضيفها دي يكون في ترويج للسياحه بشكل كبير. السياحه في اي دوله وبالذات لو هنتكلم في مصر، الدخل الاول او المصدر الاول للعملة الصعبة اللي احنا في حاجة ليها طبعا.
والاسهل بالمناسبه، الاعلى والاسهل. عندنا تقريبا ثلثين اثار العالم، يعني احنا عايزين ايه اكتر؟ مش تقريبا من كده. هو بالفعل يعني ما في دوله مثلا هواندي عندهم مثلا شجره عمرها 150 سنه، فتلاقيهم محوطينها واضاءات ووفود سياحيه وتذاكر، والله العظيم بيعرفوا يحسنوا استغلال اي مورد عندهم. احنا عندنا بقى ما يكفي ان احنا نتسيد العالم على صعيد السياحه التاريخيه والاثار الى اخره. طب احنا مستنيين ايه؟ على الاقل اضعف الايمان نحافظ على حاجتنا، نحافظ على تراثنا ده. طيب تعالي باخدك للي مشرفنا، اللي رافعين راسنا في السماء بالمعنى الحرفي للكلمه. يا خبر ابيض. عايز اقول لحضراتكم ان لاعيبه مصر الحمد لله رب العالمين، يعني نقدر نقول ان هم تقريبا طول الوقت مسيطرين سيطره شبه تامه على تصنيف الاسكواش العالمي. رابطه اللاعبين المحترفين للاسكواش اصدرت بالامس التصنيف الجديد للعيبه عبر الموقع الخاص بها، الموقع الرسمي للرابطه بي اس اي. شهد التصنيف استقرار لاعبنا المصري علي فرج لاعب منتخب مصر في المركز الاول، ومصطفى عسل لاعب النادي الاهلي ومنتخب مصر في المركز الثاني، في حين احتل النيوزيلندي بول كول المركز الثالث، والانجليزي محمد الشرباجي المركز الرابع، ومروان الشرباجي في المركز السادس، طارق مؤمن في المركز السابع، وتقدم فارس دسوقي الى المركز الثامن، كما جاء يوسف سليمان في المركز 12، وتقدم كريم عبد الجواد الى المركز الخامس عشر، ويوسف ابراهيم في المركز التاسع عشر. ده على صعيد الرجال. على صعيد السيدات وصلت نوران جوهر تصدرها للتصنيف، وطبعا نور الشرباجي جاءت في المركز الثاني، وهانيا الحمامي جاءت في المركز الثالث، والنيوزيلنديه جولي كينج في المركز الرابع، والامريكيه اماندا صبحي في المركز الخامس، ونور الطيب في المركز السادس، وروان العربي في المركز السابع، وسلمى هاني في المركز ال 13، فريده محمد في المركز ال 16، وندى عباس في المركز ال 19. سيطرة، في سيطرة مصرية، سيطرة في السكواش دي حقيقة. بالتوفيق ليهم يا رب كل أبطالنا، سواء في طبعا يعني السيدات أو رجال أو حتى في الناشئين، هم فعلا عاملين شغل محترم جدا. نروح لخبر بقى اعتزال للاعب، وهو تحديدا بنتكلم عن يعني جارث بيل قائد منتخب الويلز ونجم ريال مدريد برضو السابق. هو أعلن اعتزاله خلاص لكرة القدم. هو على فكرة عنده 33 سنة، هو مش كبير، بس هو قرر إن هو يعتزل وأصدر بيان. خلينا نقول البيان لحضراتكم كده بس يعني باختصار. هو قال: أعلن اعتزالي كرة القدم على مستوى النادي وعلى المستوى الدولي بشكل فوري، خلاص بكرة. أشعر أنني حققت حلمي بلعب الرياضة اللي أحبها، وأعطتني العديد من اللحظات الرائعة في حياتي على مدار 17 موسم ماضي. هو خاض، خلينا نقول برضو بلغة الأرقام، 665 مباراة أحرز من خلالها 226 هدف، وصنع 161 هدف، وشارك في 22 بطولة. لكن للأسف مستوى برضو للي متابع كان في آخر ثلاث سنين مش أفضل حاجة يعني. هو دلوقتي زي ما كنت بقول لحضراتكم عنده 33 سنة، وده بيبقى قرار صعب لكن لابد منه يا كريم في أي فترة ما، أو في تحديدا بتكون في فترة ما يعني. وغالبا بيكون اللاعب يعني هو أدرى الناس طبعا، اللي يستدعي أنه هو وكلمة فورا اللي هو بسرعة فعلا يعني. خلاص أكيد يعني فيه سبب ما إحنا نجهله يعني وراء القرار السريع والمفاجئ ده. طيب تعالوا بقى نروح لخبر يعني هو من زاوية معينة خبر لطيف وكويس، ومن زاوية تانية مش لطيف قوي الحقيقة، مش الواحد قادر يعرف حتى يحدد مشاعره. حضراتكم اللي تحددوا. صحيح، وخبر عموما يعني يخص كورونا ويتعلق كمان ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس. امبارح مدير البطولة قال انه سيتم السماح للاعبين المصابين بفيروس كورونا بالمشاركة في النسخة القادمة من البطولة اللي هتبتدي الأسبوع الجاي إن شاء الله، تحديدا يوم 16 يناير. قال لوسائل الإعلام الأسترالية أنه لن يشترط على اللاعبين تقديم نتائج سلبية لفحوصات كورونا، وإنما سيسمح لأي لاعب بالمشاركة طالما أنه يشعر بأنه لائق جسديا بالشكل الكافي. يعني ما معناه كده؟ اللي يقدر يلعب يلعب. قال كمان يعني أوضحنا الأمر للاعبينا وكذلك للعاملين الذين يزيد عددهم عن 12,000. إذا شعر أي شخص بمشكلة صحية ما فعليه البقاء في منزله. طبعا كلنا لو حضرتكم فاكرين يعني اللي كان حصل السنة اللي فاتت في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، لما كان النجم الصربي العالمي نوفاك جوكوفيتش المصنف الأول على العالم تم ترحيله من أستراليا بعد ما دخل بدون يعني تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا. هو عنده قناعات وكان رافض الموضوع ده. وقتها سعى جوكوفيتش انه يحصل على استثناء باي شكل من الاشكال، لكن الحكومه طبقت القواعد بداعي انه بيشكل خطر على المجتمع بسبب موقفه الرافض لتلقي اللقاح. بعدها الغت استراليا الزام المسافرين اليها بتلقي اللقاح، كما جرى رفع حظر الدخول لمده 3 اعوام.
برضو على ذكر جوكوفيتش عايزين نقول لحضراتكم انه توج من يومين تحديدا بلقب بطوله اديلاند الدوليه، وبيستعد حاليا لخوض منافسات نسخه هذا العام من بطوله استراليا المفتوحه اللي بيسعى اكيد من خلالها لتعزيز رقمه القياسي واحراز اللقب للمره العاشره في مسيرته. جوكوفيتش عايز يعادل رقم النجم الاسباني رافائيل نادال اللي حصل على 22 لقب في بطولات جراند سلام، وجوكوفيتش معاه حتى هذه اللحظه 20 لقب بس. هي غريبة على فكرة، يعني الخبر فعلا برضو لما قريته ما فهمتش. طيب انت منين فعلا الكلام ده؟ من سنة كان الحال مختلف تماما. من سنة او سنة وشوية كنت ما تقدرش تسافر غير بالورقة اللي انت يعني خدت الفاكسين وحاجات زي كده، وكان في ريستريكشنز وقيود صعبة جدا. وفاكر انت برضو المشجعين 2020 ممنوع، ما فيش مشجعين، الكلام ده كله ابتدى تدريجيا، بس كون ان ده برضو يحصل، طب ايه الحكمة؟ ما انا مش فاهمة. يعني اوكي حلو ان انت دلوقتي عايز الدنيا او العجله تمشي زي ما بيتقال، بس برضو في نفس التوقيت او ذا سيم تايم، هو انت ليه انت مجرد هو هيروح يعمل اللي هو المسحه بتاعته الكيو ار وبعد كده هيقدم الورقه؟ يعني الموضوع مش هيحصل حاجه، نسينا. تخيل 2020 برضه يا بقالنا كتير قوي. بس مش عايزين ننسى قوي على فكره، عشان برضو الصين فيها كلام كتير بيتقال الفتره دي. هو انت ما تعرفش برضه هي الصين ولا مين؟ خلي الملف ده ما ايه مش بتاعنا دلوقتي. بس على كل حال يعني الوضع من سنة يبقى دلوقتي لا، من زي ما انت بتقول لاعب كبير زي كده يتم طبعا ترحيله، وليه دلوقتي بيقول لك خلاص انت لو حاسس انك كويس تعالى معانا؟ فبرضو يعني فاهم غريبة شوية. بس على كل حال انا شايفة برضو ان ده في تهديد لإصابة الاخرين، يعني ما تضمنش طبعا، حتى لو كانت الاعراض اقل، حتى لو كانت الفتره اللي احنا بنقعدها اقل، لكن برضو ستيل ده فيروس مميت. طب احنا لو قلنا على صعيد المتنافسين اهم نسبيا ممكن يبقى في ما فيش مساحات قريبه قوي ما بينهم وما بين بعض، لا في ارض الملعب ولا بره، لكن ال 12,000 عامل دول لو خمسه سته منهم متفيروسين، انت متخيله الوضع ممكن يبقى عامل ازاي؟ عجيبه فعلا. طيب احنا اكيد كلامنا مع حضراتكم لم ينتهي بعد، عندنا كتير لسه من الملفات هنفتحها معاكم بمجرد العوده من هذا الفاصل، خليكم معنا. صباح الهنا مره كمان. ودلوقتي خلونا نروح سريعا نروح لسكايب الصحافه مع الاستاذ خالد الاتربي الناقد الرياضي ورئيس القسم الرياضي بجريده الشروق. يا خالد بونجور عليك، وليك وحشه كبيره. صباح الفل وكل سنه وانت طيب يا رب. صباح الفل يا نهواندك، كل سنه وانت طيبه، وبصبح عليكم وبصبح على كريم، وطبعا انتوا وحشتوني جدا، وان شاء الله قريبا نكون مع بعض. يا ريت نورنا. يا ريت يا خالد والله. ايامنا القديمه الحلوه. ان شاء الله لازم طبعا. بص بقى نبدا معاك النهارده، معانا طبعا اخبار ومانشيتات في غايه الاهميه. نبدا من بوابه الاهرام والحديث او المانشيت كده، الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء بيصنف الركراكي كثالث افضل مدرب في العالم لسنه 2022. اولا انت مع ام ضد هذا القرار او هذا الاعلان؟ دي نقطه. النقطه الثانيه، بتشوف برضو هنا الركراكي يعني هو بعد الانجاز اللي عمله طبعا مع المغرب في كاس العالم جاله عروض كتيره جدا، لكن هو كان دايما بيصرح ان هو متمسك بتدريب المغرب ومنتخب المغرب والبقاء معاهم، فهل بتشوف ده برضو كقرار صح من قبل الركراكي ام لا؟ وهل ممكن ان هو يحقق الحلم برضو مع المغرب في فكره هنا لقب امم افريقيا القادم؟ اتفضل يا خالد. طبعا الكراكي عمل انجاز تاريخي ما حدش سواه قبل كده فيه، انه عمل مفاجاه كبيره جدا بالوصول بالمنتخب المغربي بالانجاز ده، فطبعا هو يستاهل ويستاهل انه يكون في المكانه دي. ما حدش كان متوقع، كله كان متوقع ان المغرب هيكون مشواره الى حد ما هيكون كويس، هيقف عند نقطه معينه زي ما كل افريقيا منتخبات افريقيا كانت بتأدي مباريات كويسه، بس كانت بتقف عند نقطة معينة، النقطة دي ما كانتش بتوصلها منتخبات افريقيا قبل كده بسبب العقلية، بسبب التفكير، بسبب انك ما تصدقش الحلم اللي انت فيه، ما تصدقش انك قادر، ما تصدقش انك قادر، دي بتاعت المدير الفني. فالمدير الفني نجح انه يوصل لعيبته انه قادر، لا ده انت قادر كمان. جمهور المغرب كان وصل بيه لمرحلة انه كان زعلان انه ما وصلش لنهائي المونديال. صح. فانك كمدير فني تقدر تقنع جمهورك قبل ما تقنع لعيبتك انك من الممكن انك توصل لنهائي الفاينل، فكده بتقول انك مدير فني قادر انك تحقق انجازات، وان اللي حققته ما كانش بالصدفه، خاصه كمان انه قدر نعمل ده قبل المونديال بفتره بسيطه جدا، مش هو اللي صعد المنتخب بالمونديال، انما قدر انه يعمل توليفه تصنع الانجاز اللي عملته المغرب، فبالتاكيد
يستحق ركراكي اللي وصل له، واتوقع انه يوصل لنقطه بعيده، واتوقع كمان انه يكون المرشح الاول انه يكسب بطوله كاس افريقيا. يعني عارف ان المفروض ان انا ما اقولش كده، المفروض ان انا اتمنى المنتخب، طبعا انا بتمنى المنتخب المصري هو اللي يتوج ببطوله افريقيا، انما لو احنا بنتكلم على الارض وبالمنطق لا هم اقرب طبعا. بس فكره برضو يعني رفضه للعروض اللي بتجيله ده برضو خطوه ذكيه بتشوف، ولا الموضوع كان مش هنقول ضربه حظ، على الاقل ما نقول توفيق كان مع المنتخب في المونديال، وربما ما تجيش فرصه زي كده تانية، والتالق ده للمغرب فيه فهو ممكن يكون ضيع عليه فرص اخرى ربما تكون جيده وبمبالغ ماليه كمان افضل. القرار ده بتشوفه ازاي؟ انا بشوف ان اي قرار اي حد بياخده، خاصه المدير الفني، بيكون هو اضرب بكل الجوانب المحيطه بيه. يعني احنا قد ننظر للامر من بره، انما الامور الداخليه هو اضرب بيها، هو عارف الخطه بتاعته اللي هو حاططها، هو مستهدف منها ايه، هو ايه الاليات بتاعته اللي يقدر يحققها، عنده اتحاد يقدر يحقق له اللي هو عايزه ولا لا، وبالتالي الاتحاد اللي قدر انه يحقق له انه يوصل للانجاز التاريخي ده في كاس العالم، قادر بالطبع انه يحقق له كل اللي هو عايزه على السبيل على الصعيد القاري. فاعتقد انه هو اضرب قراره، واعتقد ان قراره هو القرار الصح، البقاء مع المغرب. تمام طبعا. طيب خليني اروح معاك ليلا كوره برضو، وبنتكلم هنا يعني المانشيت بيقول داد اوكسفورد النني بيسجل في تاهل ارسنال لدور ال 32 بكاس الاتحاد الانجليزي. طيب انا سؤالي هنا، هل بنتكلم ان ارسنال هنا بيعيش افضل ايامه حاليا بعد فكره برضو التربع على القمه يا خالد؟ يعني بتشوف ده ازاي، او النقطه دي تحديدا، فكره هنا برضو توقعاتك للمباراه القادمه مع مانشستر سيتي. ارتيتا قدر انه نفس الفكره احنا كنا بنتكلم فيها على ركراكي، هنتكلم فيها على ارتيتا. ارتيتا اخذ فريق وبدا يصنعه، وبدا يصدق هو واللعيبه والجمهور ان انت من الممكن انك تقدر تعيد امجاد الفريق ده. بدا خلال الفتره اللي فاتت انه يبني، وانه والاداره بتاعته ساعدته ان هي ما استعجلتش عليه في النتائج، كان بيخسر بعض المباريات، كان بيخسر بطولات، انما هم كانوا عارفين انه ده راجل واعد، عنده فكر، عنده مشروع بيفكر فيه، بيجهز له. بدأ دلوقتي أرسنال يجني، أو مستني إنه يجني ثمار الصبر على أرتيتا، الصبر على بناء الفريق، وبالتالي أنا شايف إنه قادر إنه يحقق الدوري السنة دي. المنافسة هتبقى شرسة مع مانشستر سيتي، إنما هو قادر إنه يحقق بطولات الموسم ده، وقادر إنه يكون، أنا شايفه إن هو المرشح الأول لللقب في الدوري الإنجليزي. لا انا شايف ان هو قدر كمان انه يصنع جيل من الشباب ويستعين بيه في البطولات وضغط المباريات، فاتوقع انه هيكون منافس شرس، او هو يكون المرشح الابرز للدوري السنه دي. طيب نروح لكورة بقى معاك كريم. يلا كورة، وعنوانها الرئيسي بيقول بنزيما وليفاندوفسكي، وبعد ثلاث نقط موجودين في المانشات، معركة الزعامة تتجدد في السعودية. فيا ترى مبدئيا كده يعني توقعاتك ايه، مين اللي هيحقق لقب كاس السوبر الاسباني؟ يعني خصوصا لو خدنا في الاعتبار كمان ان لسه في عندنا نصف نهائي ريال امام فالنسيا، وبرشلونه قدام ريال برضو. يعني هل الصوره ممكن تكون اتضحت من دلوقتي، ولا صعب نحكم وصعب نتوقع مين اللي هيصل الى اللقب في النهايه؟ هو دايما مباريات. انا بصبح عليك الاول يا كريم. صباح الفل. وحشني. ربنا يخليك يا خلود، اهلا بيك دايما. اتفضل. فلا دايما مباراة الكلاسيكو ما تاخدهاش المعايير، يعني ما تقدرش تقول ان الريال فايق اليومين دول فهو اللي هيكسب، او برشلونه متاخر لا هو اللي هيخسر. لا الكلاسيكو دايما دوافع مختلفه، دايما ظروف مختلفه، حاله الفريقين قبل الماتش بتتحكم في نتيجه المباراه، الغيابات بتتحكم في نتيجه المباراه. انما بما ان انا بحب ريال مدريد، فاتمنى بالتاكيد ان ريال مدريد هو اللي يكسب، انما على ارض الواقع يعني ما اقدرش اتوقع مين يقدر يكسب المباراه او يتاهل منكم. طيب نختم بقى معاك بالمانشيت الرئيسي في جريده الشروق، وبيقول المانشيت رونالدو يستعد لملاقات ميسي في الرياض. طبعا احنا بنتكلم على لقاء ودي هيجمع ما بين النصر والهلال كفريق مشترك امام باريس سان جيرمان. توقعاتك ايه للمباراه دي، وخصوصا ان احنا بقالنا يومين ثلاثه
الدنيا كلها بتتكلم عن هذا اللقاء المرتقب بين ميسي ورونالدو، كان في ناس مش متخيله ان ممكن الاقدار تجمع ما بينهم مره ثانيه بعد كاس العالم الاخير. فانت شايف الماتش ده الى اي درجه هيكون مفيد مبدئيا للدوري السعودي، وبشكل عام الى اي درجه هيكون يعني محطه انظار العالم كله؟ انا عايز اضيف برضو قبل ما تجاوب يا خالد على النقطه بتاعه كريم هنا على السؤال، لان المفروض حسب المعلومات ان كريستيانو يبدا اللعب من يوم 22، فهل لو احنا اتكلمنا ان المباراه هي يوم 19 يناير، هل ممكن فعلا كريستيانو يبقى متواجد يعني قبلها بثلاث ايام؟ هو ماتش ودي، ماتش ودي يعني ما بيخضعش للحاجات دي، للوائح بتاعه الايقاف او كده. انما طبعا هو لقاء هيكون لقاء مرتقب ومنتظر من زمان، ما شفناش كريستيانو في مواجهه ميسي. هو هياخد الطابع الودي، يعني هو طابع ودي، انما اعتقد وجود الاثنين في الملعب كل واحد فيهم عايز يقدم افضل ما عنده. بصراحه هم نجحوا طبعا بخطوه رونالدو وبعدها خطوه المباراه ديت، انها تخلي كل الناس انظار العالم كله متجه ناحيه السعوديه، وده كان نتاج تخطيط سنوات سابقه. دي حاجه مش صدفه يا كريم، لا هم تم التخطيط ليها. الناس ما كانتش متخيله ان ده يحصل، والناس برضو ما كانتش متخيله او متخيله انه اللي هم بيفكروا فيه لسه انه هيحصل، ان هم بيفكروا زي ما جابوا رونالدو في النصر ان هم يجيبوا ميسي في الهلال. طبعا المواجهه صعبه والموضوع صعب، ومجرد التفكير فيه انك تقدر تقنع ميسي انه يروح الهلال السعودي ويبقى ميسي في الهلال ورونالدو في النصر. احنا سمعنا كمان يا خالد رقم، يعني الديل بتاع ميسي لو راح الهلال كان مليار وحاجه سنويا، يعني رقم برضو. هو من الواضح انه مش فارق معاهم دلوقتي فكره قد ايه، قد ما فكره انك حققت ده، والمكاسب الاستثماريه والتسويقيه والاقتصاديه اللي هتعود عليهم من ان يكون ميسي ورونالدو معاهم في الدوري، دي خطوه ما كانش حد ممكن يتخيلها طبعا. انما هم تخيلوها وحلموا بيها وهيحققوها. والفكره كلها ما بين الاداره الحقيقيه والاداره اللي تشتغل علشان تحقق انجازات، هو انك مجرد انك لما تحلم تكون عارف انك قادر انك تحقق الحلم ده. صحيح. وبالتالي هم قدروا انه يحققوا نص القصه، اعتقد ان هم قادرين ان هم يكملوا الموضوع كله، يبقى ميسي ورونالدو في الدوري السعودي مش مستبعد. على ذكر وجود رونالدو، ان ده يحصل مع ميسي، على ذكر وجود رونالدو في الدوري السعودي، احنا عايزينك تحسم لنا جدل كده كان أثير قبل كده أكتر من مرة، ويمكن آخرهم امبارح كنا أنا ونهواندو، كانت معانا الزميلة العزيزة منى عمر الناقدة الرياضية، وكنا بنتكلم على فكرة إن يا ترى هل انتقال كريستيانو رونالدو في نهايات مشواره إلى النصر السعودي، هل دي كانت خطوة يعني تحسب ليه؟ لأن إحنا قلنا بموجبها الناس اتقسمت تقريبا نصين، نص شايف إن لا مش دي النهاية المثلى اللي كان لازم ينهي بيها كريستيانو رونالدو تاريخه الحافل بالنجاحات والإنجازات، وفي ناس تانية شافت العكس، إن لا بالعكس ده من الذكاء إنه كان عمل كده. فكنا بنتكلم أنا ونهواند امبارح مع منا في التفصيلة دي، أنت شخصيا شايف إيه؟ الموضوع دلوقتي لازم أنا أسأل، وأنا بجاوب على السؤال لازم أسأل نفس السؤال، هو ايه المتاح اللي كان متاح قدام رونالدو وهو بياخد القرار ده؟ لو احنا بصينا للموضوع ده من منطلق ده، هتعرف ان رونالدو اختار افضل اختيار بالنسبه له. اللي اتقال في وقت من الاوقات كان الدوري كمان الامريكي كان عايزه وكذا وكذا، وقال من اوروبا وامريكا وكذا دوله، هو قال جميل. ما هو قال، هل ده فعلا حصل؟ ما حدش عارف يعني. لا، او حتى لو هو حصل، يعني لو احنا بنتكلم اللي كان معروض عليه من اوروبا هي كلها انديه من الوسط. ثم اللي معروض عليه كان امريكا، واللي معروض عليه دلوقتي النصر السعودي. اذا لو احنا بنتكلم فيه، هل رونالدو كان من اللائق به ان يروح اي نادي من الوسط في اوروبا؟ لا، ما كانش. هل رونالدو العرض المالي اللي كان هيجيله من انديه وسط اوروبا كان هيليق برونالدو؟ لا. هل الاهتمام الاعلامي والشغف والصدمه اللي اتعملت واللي عملها رونالدو دي كانت تتحقق لو عملوا في الدوري اي نادي في اوروبا بانديه الوسط؟ برضه لا. اذا كده يبقى يستبعد الخيار الاوروبي، اصبح عندنا خيار امريكا. مين من النجوم اللي راح امريكا وكان علم قوي وانتقاله علم؟ بيكام راح، ديفيد بيكام راح، ما كانش له يعني ما كانش ليه اثر كبير جدا عند الجمهور، عند الاعلام، عند الاهتمام ده
ما كانش فيه اهتمام وفلوس وكل شيء قد اللي كان هيديهوله النصر السعودي. هو اختار افضل اختيار متاح ليه، لانه لو ما كانش اختار الاختيار ده كان الحل الثاني اللي قدامه هو الاعتزال، وبالتالي انك تخسر كل الفلوس دي. وعلى فكره الدوري السعودي هو دوري تنافسي قوي بالمناسبه، طبعا. ويقدر منه رونالدو ان يستمر في الملاعب اطول فتره ممكنه بالنسبه له لو هو فكر الامور في الامور بشكل احترافي. فاعتقد انه كمان من الممكن انه يفضل مكمل على الصعيد الدولي من خلال التنافسيه اللي موجوده في الدوري السعودي. الدوري السعودي دوري مش ضعيف، دوري فيه تنافسيه، دوري قوي، دوري يقدر يخليه رجليه في الملعب ويقدر يخليه موجود في المنتخب. وبالتالي اعتقد ان اختيار رونالدو وان كان صادم للبعض هو اختيار بالنسبه له اختيار صحيح، قدر يحقق منه معادله صعبه ما كانتش هتحقق من كل العروض اللي متاحه بالنسبه له. تمام، بس هو مش هيجيب له برضه باي القاب دوليه، مش هيضيف لمسيرته اي حاجه. فالبعض يا خالد لو برضو اقول لك يعني النقطه دي، البعض كان بيشوف ان تواز تايم زي ما بتقال ان هو يعتزل ويبتدي مثلا سكه او بدايه مشوار التدريب، ربما البعض راى ان هي افضل ليه كنهايه تكون لائقه للمشوار بتاعه او تليق اكتر للمشوار بتاعه وتاريخه. يعني برضو دي وجهه نظر كانت مطروحه. رونالدو خرج من مانشستر مطرود يا استاذه. هو انا معاك في دي الصراحه، فهو إيه حد يعني كبير. لو احنا بنتكلم على الشكل، طب هو ينهي، هل ينهي حياته وهو مطرود من احد الانديه الكبيره؟ صح. فهو دلوقتي قرر انه يستمر، وقرر انه ياخد حتى ايا كان البيزنس اللي هيعمله مش هيجي زي الفلوس اللي هياخدها في العقد اللي خده من النصر، خاصه ان الموضوع مش متوقف على انه هيلعب بس، ده هو سفير الملف السعودي والمشترك ان شاء الله مع مصر واليونان لاستضافه كاس العالم، وبالتالي هو ارتباط بمشروع كبير. هو مشروع دولة، هو مشروع دولة زي ما بيتقال طبعا، مش مشروع نادي. جزء منه انه يلعب في مصر السعودي. طيب على كل حال قراءة أكثر من رائعة كالعادة يعني يا خالد، بجد نشكرك جدا جدا، وتنورنا قريب بإذن الله، هننتظرك إن شاء الله بإذن الله. ده شرف شكرا ليك جدا زميلنا العزيز خالد الإتريبي. وعلى فكرة ميك سنس النقطة الأخيرة برضو، فكرة التحليل هنا يقول لك يعني كان يعتزل ويتجه للتدريب، تمام، بس هو فعلا الطريقة اللي انتهى بيها تعاقده مع مانشستر يونايتد ليست الأفضل إطلاقا، يعني بغض النظر مطرود بشكل مباشر أو كان هناك تراضي بين الطرفين وإعلان رغبة الطرفين إن هم ينهوا التعاقد ما بينهم وفقا لخلافات كتيرة جدا بين كريستيانو وتين هيج يعني، بس برضو في النهاية مش ده أو مش هي دي الفينال أو مش ده النهاية اللي كانت ممكن تليق بكريستيانو رونالدو. أنا مع أن هو كان يستمر يا كريم، بس أنا أتمنى طبعا التوفيق ليه في التجربة اللي هي المفروض هتكون تقريبا الأخيرة ليه في مشواره قبل يعني قرار اعتزاله. لسه طبعا ما فيش حاجة أكيدة، كل شوية بيبقى فيه مفاجآت، لكن نتمنى تكون تجربة ناجحة للصاعدين. يعني دي طبقا للكلام اللي كان بيتكلم فيه خالد من شوية، وفكرة أن كريستيانو رونالدو خد القرار بناء على ان العرض بتاع النصر السعودي هو العرض الـ الامثل في ضوء المتاح، ما ده وانت بتتكلمي مع خالد في التفصيله دي سرحت انا بقى في ايه، قلت ايه طب يا عالم على ما يجي وقت ميسي هتنتهي برضو بيه الامور لفين، لان احنا فعلا وارد في يوم من الايام ان احنا كلنا نتابع وبمنتهى الشغف الدوري السعودي عشان الاثنين هناك، واحد في الهلال واحد في النصر. على فكره ممكن وارد ممكن. جدا وارد جدا صح. طيب تعالوا بقى نروح لحضراتكم ونتعرف على اخر الاخبار والمستجدات في النادي الاهلي وفروعه المختلفه واكيد فرقه المختلفه من خلال زميلتنا العزيزه مريم سميح. مريم موجوده حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيره. يا صباح الخيرات عليك يا مريم، اتفضلي احنا سامعينك. صبح عليك يا كريم، بصبح عليك يا نهواند، وبقول لك الف سلامه يا كريم. طبعا ان شاء الله ربنا يعافيك في اقرب وقت، وبصبح على كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. يوم جديد وجوله جديده من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، طبعا يعني هيكون معانا فيها كل الاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي، سواء طبعا اخبار الفريق الاول لكره القدم او ايضا الرياضات الاخرى. خلينا بقى نبدا بالفريق الاول لكره القدم، اليوم الثاني على التوالي بيستأنف تدريباته في الفتره الصباحيه الحقيقه، ده طبعا استعدادا لمباراه المصري في الجوله ال 13 من بطوله الدوري المصري طبعا اللي هتقام يوم الخميس المقبل في تمام الساعه 7 مساء على استاد برج العرب بالاسكندريه. الحقيقه ان النهارده المران يعني كان التجمع في تمام الساعه 9 صباحا، وكمان بدا المران في تمام الساعه 10 صباحا، والحقيقه ان هو لسه مستمر حتى هذه اللحظة
اللحظات يعني، ومن مقرر ان هو يعني ينتهي خلال الساعات القليله المقبله. طبعا يعني خلينا نتكلم عن المران. الحقيقه النهارده كان في محاضره لمستر مارسيل كولر قبل بدء المران، كان بيتكلم فيها مع كل اللاعبين طبعا في الفريق يعني الامور الفنيه والخططيه الخاصه بمباراه بعد غد امام المصري، وطبعا يعني اتكلم معاهم على كل نقاط القوه والضعف طبعا للفريق المنافس، وطبعا اللي هيقابله النادي الاهلي بعد غد الخميس. كمان يعني يمكن عندنا بعض الاصابات الحقيقه اللي الحمد لله يعني تم شفائهم وعادوا مره اخرى للانضمام للتدريبات الجماعيه، واولهم طبعا اللاعب بيرسيتاو لاعب وسط طبعا يعني الفريق. الحقيقه ان هو عاد مره اخرى للانضمام للتدريبات الجماعيه، ده طبعا بعد تعافيه من اصابه في العضله الخلفيه، والحقيقه ان هو ده تاني يوم ليه على التوالي ان هو يستأنف التدريبات او ينضم بشكل يعني منتظم مع المران الجماعي. الحقيقه طبعا كمان امبارح كان ليه تدريبات منفرده في الجيم. ايضا محمد طاهر الحقيقه ان هو رجع برده مره اخرى للانتظام في التدريبات الجماعيه، والحقيقه ان هو بيشارك النهارده بصوره طبيعيه جدا مع كل لاعبي الفريق في المران الجماعي، والحقيقه يعني ان هو ممكن يكون جاهز خلال الفتره المقبله علشان يشارك في المباريات المقبله. اما بالنسبه لمشاركه بيرسيتاو وطاهر محمد طاهر في مباراه طبعا المصري، ده هيكون متروك للجهاز الفني ورؤيتهم طبعا في قدرتهم على المشاركه من عدمها. طبعا عايزين نقول ان محمد طاهر الحقيقه ان هو عاد بعد اصابته خلال الفتره الماضيه بعد ما كان طبعا بيشتكي في جزع في الرباط الداخلي للركبه. ايضا الحقيقه يعني ان كريم فؤاد طبعا بعد الاعلان عن اصابته بالرباط الصليبي، الحقيقه ان هو في انتظار التاشيره علشان يسافر خلال الفتره الجايه طبعا للنمسا علشان اجراء جراحه الرباط الصليبي. طبعا بنتمنى له الشفاء وان هو يعود مره اخرى، وطبعا يعني كريم فؤاد لما ينضم مره اخرى او يعود مره اخرى للقاهره طبعا هيكون بينضم للعلاج الطبيعي وفتره التاهيل بجانب طبعا اكرم توفيق ومصطفى شوبير. الحقيقه ان احنا بنتمنى لهم الثلاثه او الثلاثي يعني التوفيق ان شاء الله في فتره العلاج الطبيعي والتاهيل، ان هم يعودوا مره اخرى لصفوف الفريق بشكل طبيعي. اخيرا بقى بالنسبه طبعا ليعني المران، طبعا الحقيقه ان امبارح كان اول ظهور لمحمد الضاوي كريستو وخالد عبد الفتاح ثنائي طبعا النادي الاهلي الجديد، واللي انضم للفريق خلال الفترات او خلال الساعات القليله الماضيه. الحقيقه ان كان في ترحيب خاص بيهم طبعا من قبل بقيه لاعبي الفريق، ده طبعا يعني اكيد بيرحبوا بيهم بطريقه خاصه لاي لعيب جديد بينضم للفريق. ده طبعا فيما يخص كل الامور المتعلقه بالفريق الاول لكره القدم. خلينا بقى ننتقل لقطاع الناشئين، والحقيقه يعني قطاع الناشئين لكره القدم محقق نتائج كبيره جدا خلال الفتره الماضيه، ولكن امبارح طبعا الاهلي 2003 فريق الاهلي 2003 لكره القدم حقق ثنائيه امام مصر المقصه، ثنائيه دون رد طبعا في الجوله ال 16 من بطوله الجمهوريه، وعلى الرغم من ان المباراه كانت بتقام يعني خارج ملعب مدينه نصر النادي الاهلي كانت بتقام بالمدينه الرياضيه بالفيوم، الا ان النادي الاهلي او اهلي 2003 استطاع ان يقتنص يعني ثنائيه دون رد على مصر المقصه كده، او اهلي 2003 بهذه النتيجه بيكون رفع طبعا رصيده ل 32 نقطه بعد طبعا يعني الفوز في 9 مباريات والتعادل في 5 مباريات والخساره في مباراتين فقط. ننتقل بقى يعني لكل الاخبار المتعلقه بالالعاب الاخرى، والحقيقه ان بدايتنا النهارده مع رجال سله الاهلي اللي يعني امبارح الحقيقه قدروا ان هم يفوزوا على سموحه بنتيجه 81-59 في المباراه التي اقيمت على صاله الامير عبد الله الفيصل، وطبعا اكيد كلنا شاهدناها كانت بتذاع على شاشه قناه النادي الاهلي. الحقيقه ده طبعا في منافسات بطوله دوري السوبر للمحترفين. الحقيقه ان المباراه المقبله هتكون امام نادي الزمالك يوم الجمعة المقبل على ملعب نادي الزمالك، طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق، وان هم يعني زي ما هم ماشيين الحقيقة بشكل يعني ممتاز جدا خلال الفترة الماضية ومحققين نتائج كلها إيجابية ان شاء الله. كمان على الرغم من ان المباراة اللي جاية يوم الجمعة هتقام على ملعب نادي الزمالك، ولكن ان شاء الله يعني رجال سلة الأهلي هيكونوا قدها وان شاء الله يقتنصوا الفوز ايضا من نادي الزمالك. ننتقل بقى لسيدات سلة الأهلي، والحقيقة يعني بعد الفوز التاريخي اللي هم حققوه طبعا اول امس الأحد زي
ما احنا كلنا تابعنا ايضا على شاشه قناه النادي الاهلي في المباراه التي اذيعت يعني امام نادي الزمالك. والحقيقه ان هي مباراه تاريخيه لان سيدات ساله الاهلي قدروا ان هم يعني حققوا سكور كبير جدا بنتيجه 122-52، يعني فرق 70 بوينت. الحقيقه ان هم ما كانش عندهم وقت، يعني الحقيقه ان بعد هذه المباراه ان هم يعني حصلوا على راحه يوم واحد فقط وهو كان امس طبعا الاثنين، والحقيقه ان النهارده ان هم هيستأنفوا مبارياتهم. النهارده المباراه يعني سيدات ساله الاهلي هيكون امام البنك الاهلي، ده طبعا في اطار مباريات دوري السوبر ايضا في يعني لسيدات ساله الاهلي. طبعا بنتمنى لسيدات ساله الاهلي كل التوفيق ان شاء الله. ننتقل بقى يعني لرجال طائرة الأهلي. الحقيقة أن النهاردة عندهم مباراة هامة جدا الحقيقة في ختام الدورة الثانية من بطولة الدوري أمام نادي الزمالك، هتقام في تمام الساعة 8 مساء وهتكون هنا على صالة الأمير عبدالله الفيصل. الحقيقة يعني أن هي أيضا هتكون مذاعة على شاشة قناة النادي الأهلي وهيسبقها طبعا استوديو تحليلي في تمام الساعة 7 مساء. الحقيقة أن كان المران الأخير امبارح يمكن هو مش الأخير، لأن احنا النهاردة يمكن وإحنا موجودين يعني متواجدين منذ الصباح الباكر. الحقيقه ان رجال طايرة الاهلي متواجدين يعني منذ الصباح الباكر على الرغم من المباراه في تمام الساعه 8 مساء، ولكن هم موجودين من النهارده الصبح طبعا علشان يستأنفوا تدريباتهم. الحقيقه ان كمان كان في مران امس بعد انتهاء طبعا يعني مباراه الاهلي وسموحه لكره السله، كان في مران طبعا بعد هذه المباراه على صاله الامير عبد الله الفيصل، ده طبعا استعدادا لمباراه الزمالك النهارده اللي هتقام ان شاء الله على نفس الصاله اللي اقيم عليها المران ويقام حاليا عليها برضو ايضا المران، لان الحقيقه ان يعني نادي الزمالك اكيد خصم قوي بالنسبه لرجال طايره الاهلي، والحقيقه يعني ان اكيد هيكون عايزين ان احنا نكسبهم ايضا زي ما برضو فزنا عليهم في ارضهم خلال الفتره الماضيه. سيدات طايرة الأهلي بقى يعني عندهم مباراة نصف نهائي بطولة كأس السوبر يوم الجمعة، ده طبعا أمام وادي دجلة، ده طبعا بعد ما فازوا خلال الفترة الماضية على سبورتينج وقبلها على الصيد. الحقيقة أن نتيجتهم أمام نادي سبورتينج كان بنتيجة 3-2 وأمام نادي الصيد كانت بنتيجة 3-0. اخيرا بقى يعني مع سيدات كره اليد، الحقيقه عندهم مباراه اليوم امام الزهور ضمن منافسات بطوله منطقه القاهره. الحقيقه ان هي مباراه هامه ايضا يعني في هذه الدوره، والحقيقه يعني ان امبارح كان نمران ليهم ايضا على صاله الامير عبد الله الفيصل سيدات يد الاهلي، والحقيقه يعني ان كان في المران او عايزين نتكلم ان خلال برضو الساعات القليله الماضيه الحقيقه ان وصلت المحترفه السنغاليه دونجو كامارا، ده طبعا خلال الفتره الماضيه ده طبعا عشان تنضم لصفوف الفريق وعلشان تنتظم معاهم بشكل يعني دوري خلال الفتره اللي جايه سواء في يعني التدريبات او كمان في المباريات المقبله. يمكن كمان كان ليهم احتفال خاص يعني سيدات يد الاهلي بدونجو كامارا، الحقيقه ان امبارح كان عيد ميلادها وقبل انطلاق المران الحقيقه ان هم احتفلوا بوصولها وايضا بعيد ميلادها، يعني مناسبتين في مناسبه واحده، الحقيقه ان كان الاحتفال امبارح بيها كبير جدا. طبعا دي كانت كل الاخبار الخاصه بان النادي الأهلي النهاردة طبعا في 10 الصبح في الأهلي، سواء الأخبار المتعلقة بالفريق الأول لكرة القدم وأيضا يعني قطاع الناشئين اللي بيحقق زي ما أنا قلت يعني نتائج هائلة جدا خلال الفترة الماضية، وإن شاء الله يستأنف هذه النتائج، وإن شاء الله كمان يعني النادي الأهلي زي ما احنا عارفين أنه هو بيتصدر طبعا جدول ترتيب ب 30 نقطة. الحقيقة إن شاء الله بنتمنى له أنه هو أمام المصري يقتنص 3 نقاط جديدة إن شاء الله علشان يعني يستأنف صدارته لجدول الترتيب. وأيضا طبعا كانت جولتنا في الأخبار خاصة بالألعاب الأخرى من داخل النادي الأهلي. من بقك لباب السماء يا مريم، إن شاء الله ده يحصل، كل اللي أنت توقعتيه ده إن شاء الله هيحصل وبحذافيره. بنشكرك على هذه التغطية المتميزة كالعادة، جزيل الشكر. كانت معنا الزميلة العزيزة مريم سميح. 20-23 الحمد لله لحد دلوقتي بتأكد لنا كل مرة وكل مباراة وكل رياضة مختلفة للنادي الأهلي، خاصة بالنادي الأهلي، إن هي سنة مختلفة يا رب. يعني بتحمل، مش هقول الحظ، ولكن طبعا الحظ مطلوب في كل حاجة، لكن في توفيق الحمد لله مع المجهود مع التدريبات مع حاجات كتيرة جدا. بس في كده سنين بتيجي بتبقى مش، طبعا برضو مش هنقول نحس، لكن في سنين بتيجي مش الأفضل ليك، سواء أنت بنتكلم على صعيد كان في علينا. نحس بحاول أبقى دبلوماسية، خدت بالك يعني عشان مذيعين وكده، بس هي كانت نحس برضه. طيب خلينا نروح فاصل مع حضراتكم ونرجع عشان نستقبل كابتن حشيش نجمنا يعني نجم الاهلي السابق وكمان زميلنا العزيز وشخصيه جميله جدا على المستوى الشخصي كمان. هنقرا معاه كمان الماتش الخاص بالاهلي والمصري وعندنا تفاصيل كتيره جدا، خليكم معانا.
يا اهلا بيكم في اولى فقراتنا الحواريه، وعندنا ملفات كتير تخص النادي الاهلي هنفتحها كلها مع ضيفنا العزيز اللي بنسعد وبنتشرف دايما بوجوده معانا. عندنا ماتش ان شاء الله امام يوم الخميس القادم باذن الله امام المصري. عندنا طبعا بقى الاستعدادات، عايزين نتكلم شويه عن الجوانب الفنيه والاستعدادات، لانها كمان عندنا كاس العالم للانديه ما تنسوش، كمان عندنا مشوارنا الافريقي ما تنسوش. كل ده هنتكلم فيه مع كابتن محمد حشيش اللي بنسعد بوجوده دايما. كل سنه وحضرتك طيب واهلا بيك معانا. طيب يا كريم، صباح الخير يا حلوين. هابي نيو يير والله. كل سنه ان شاء الله تبقى سنه حلوه علينا جميعا يا رب، علينا كلنا. وخليني كده ابدا بحضرتك بقى، نخش على الصفقات على طول. ايه رايك؟ تمام. نتكلم عن كريستو عبد الفتاح. مبدئيا راي حضرتك مش بس في الصفقتين دول، راي حضرتك ان احنا كالنادي الاهلي كان محتاج صفقات، وصفقات في مراكز معينه، وهل احنا في مزيد او في حاجه الى مزيد من الصفقات، ولا احنا بنتكلم كده ان احنا رائع جدا احنا بالميركاتو الشتوي ندخل او نكتفي بكريستو عبد الفتاح؟ والله انا شايف ان يعني لعيبه النادي الاهلي اللي موجودين على اعلى مستوى، ويمكن حصل من 3-4 ماتشات لما جه في خساره لبعض النقاط الناس ابتدت تتكلم، واحنا عايزين نجيب لعيبه وعايزين كذا واللعيبه صحيح. وكان في هجوم على اللعيبه كتير قوي. صح. اللعيبه هي اللي اثبتت بعد كده انها بتكسب سكور بيراميدز، تكسب الماتش اللي بعده. اللعيبه هي اللي موجوده. اللعيبه هي اللي جابت لك الثلاثيه برضه، يعني جابت الثلاثيه وجابت البطولات اللي قبل كده، وعامله يعني نتائج كويسه جدا وبطولات على مدار الثلاث اربع سنين اللي فاتت. بس هو كان في نوع من انواع عدم التوفيق في المباريات، لما نتكلم بعد كده بقى من الناحيه الفنيه. كان في بعض المشاكل، كان في عدم تركيز من بعض اللعيبه، كان في لعيبه مش ما بتديش اللي عندها، ما بتموتش نفسها. صحيح. مفيش برضو حماس. اتكلمنا في الموضوع ده كتير، والحمد لله سيبنا المرحلة دي وبدأنا من مباراة بيراميدز كانت مصالحة للجمهور الكبير بتاع النادي الأهلي. صح. جمهور الهايل بصراحة، اللي هو يعني ما بطلش يشجع ويدعم النادي الأهلي ودعم اللعيبة، برغم إن كان في انتقادات من الميديا كتيرة للعيبة وكده. والمدرب، ما هو المدرب احنا عندنا برضو ماتش يكسب يبقى عنده كويس وهايل، ماتش يبقى فيه او ماتشين يبتدي لا ده هو ما فيش حاجه ده كذا. الطبع لازم يتغير فينا مليون في المية. يعني ما ينفعش ان احنا، لان الكرة فيها فوق وتحت. صحيح. فيها مكسب فيها خسارة، نتعامل فيها بالقطعة كمان. صحيح. احنا ما بنقبلش طبعا الخسارة ولا التعادل، وبنبص على المكسب على طول، بس دايما يبقى التقييم موضوعي. طبعا. للفرقة، ما يبقاش دبحه او ما يبقاش ان فجاه اللعيب مش كويس. ازاي اللعيب مش كويس؟ ايوه صح. ما هو من البدايه لو مش كويس مش هيبقى في النادي الاهلي اربع خمس سنين. طبعا. فلعيبه كويسه داخلين على مرحله صعبه جدا جدا. الحمد لله ان انا حاسس ان الفرق فائت الفتره دي، لان مهم قوي الماتشات اللي جايه، سواء الدوري او ماتش الكاس، او بعد كده طبعا داخلين على كاس عالم للانديه. انت مش رايح تهزر في كاس عالم الانديه، انت وصلت نفسك لمستوى معين برونزيه، عايز على الاقل المستوى ده، الا اذا كان اكتر من كده والطموح يبقى اعلى من كده، انك تلعب نهائي. انت هتلعب مع طبعا مدارس مختلفه وفرق قويه وفرق فيها لعيبه على مستوى عالي، فانت لازم تبقى مستعد كويس. ان ماتشاتك الاخرانيه الحمد لله في لعب، صحيح اللعبه مش احسن حاجه، المستوى مش احسن حاجه كفنيات، انما على الاقل النتيجه، لان المكسب بيجيب مكسب. صح. وبيدي ثقه للعيبه. بس هل الصحوه اللي حضرتك اتكلمت عنها من شويه، وفكره ان اللعيبه رجعت تاني تفوق نفسها مره تانيه ورضخت تماما لمطالب الجماهير المشروعه في انهم عايزين يشوفوا حد ادنى مرتفع من جوده اللعب، صحيح، هل ده كافي لطمانه حضرتك شخصيا على مشاركه النادي الاهلي في النسخه دي من المونديال، مونديال كاس العالم للانديه، ولا احنا يتزامنا شوية مقادير إضافية عشان نبقى ضامنين طبختنا اللي هنشارك بيها؟ لا شك طبعا إن لازم يبقى في مقادير إضافية. تتمثل في إيه؟ إن أنا برضو عندي الفترة اللي فاتت الراجل المدير الفني كان بيغير فرقة على طول. يعني كل مباراة تلاقي مثلا الخطوط متغيرة، سواء غصب عنه في إصابات أو هو عايز يجرب الناس كلها. عن كولر ولا سواريش؟ كولر. عن كولر الفترة اللي فاتت طبعا. أوكي. فهو عايز برضو يجرب الناس كلها، عايز يدي فرصة للناس كلها، لأنه عارف أن عنده بطولات كتيرة داخل فيها، مباريات متلاحقة، ضغط مباريات، فمش هيعمل زي
الفتره بتاع موسيماني اللي هو معتمد على 14 15 لعيب بس. فلما اتصاب منه حد فيهم الفرقه هو كان الدروب من اول هنا فعلا. موسيماني كان اكثر من رائع لما كانت الفرقه كلها يعني ما فيش اصابات وكان في تركيز وكان في الاعتماد على ال 15 لاعب كانوا مؤدين اكثر من رائع، بس فعلا الازمه حصلت بعد الاصابات لان في لعيبه من كتر القعده صدت بمعنى كده بالبلدي يعني، واللعيبه استهلكت بشكل كبير برضه، واللعيبه استهلكت وفي اصابات ولعيبه فقدت الثقه. يعني لو هنشوف مثلا لعيب زي حسام حسن جاي هداف الدوري قعد كتير جدا فتره موسيماني ما بيلعبش فقد الثقه. هو في لعيبه فقدت الثقه زي ما حضرتك بتقول، ولعيبه الثقه زادت عندها طبعا، ان انا ما عنديش بديل، ان انا المعتمدين عليا، ان انا مركزي مش مهدد، ودي مشكله طبعا، لان اللي بيجيب المستوى هو المنافسه. لما انا احس ان في واحد في ظهري، انا لو بس ريحت شويه او مستواي قل شويه في واحد هيركب المكان وهيبتدي يلعب، دي بتدي نوع من المنافسه المشروعه اللي يخلي المستوى يزيد. وكلمه حق برضو لازم تتقال في نفس الاطار ده، الجماهير قوه ضاربه طبعا. يعني لما اي لاعب مثلا ينزل شويه ولو شويه صغيرين عن مستواه المعروف صحيح او المعهود منه صحيح، ويبقى في رد فعل من الجماهير. يعني عشان يعني استشهد كده بلقطه، كتير جدا مننا اكيد وقف عند اللقطه دي، قفشه بعد ما سجل الهدف اخر هدف سجله وقلع التيشيرت وحطها على دماغه من فوق وطلع يجري بيها على الجماهير في اشاره واضحه ان النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي على راسي من فوق. وده لانه احساسه برضو من جوه ان الجمهور زعلان مني وانا مقصر في بعض الاحيان، لان انا كجمهور لما احط كريم في مستوى معين ما احبش اشوفه اقل من كده. صح صح، ومره واثنين وثلاثه على يعني ممكن يحصل لي دروب ماتش او اثنين بس افوق تاني بعدها. أيوه. انما اقعد فتره كبيره انا لا. وجاء وقت من الاوقات كان جمهور النادي الاهلي بيدور على قفشه في الملعب، يعني اول ما التشكيل ينزل قفشه موجود ولا لا. صح صح، ودي ثقه كانت كبيره جدا جدا طبعًا. بعد طبعا ماتش القاضيه ومن قبليه هو كان طبعا يعني فارق. فعشان كده رد فعله بيقول لهم ان انا لا انا رجعت وما تزعلوش مني وانا هستمر. هو على فكره قفشه ذكي طبعا، يعني قفشه عنده القدره ان هو يكسب المدير الفني، وشفنا ده مع علاقته مع موسيماني، وعنده القدره ان هو يستعيد تاني ثقه وحب الجماهير بجد. وفي حاجه تانية برضو اضافيه، انه ابتدى يحس ان لا انا يعني بقالي فتره مش كويس وبعيد شويه وانزل اخد فرصه وبرضو مش قوي، وحس ان في ناس بتبتدي تبقى موجوده. سافيو موجود ما كانش موجود قبل كده في مكان قبل كده، زي بقول لك فتره موسيماني احنا بنلصم اللعيبه عشان تنزل تلعب، مفيش حد تاني. كان يعقوب لو كانت الصفقه كملت برضه، ودي مشكله كبيره لان نفس الظروف انا اعتقد هتبقى السنه دي من حيث ضغط المباريات بس هو والبطولات. ايه اللي عموما بيخلي لاعب مستواه العادي بتاعه ان مستواه عالي جدا؟ طبيعي ان في فترات بيبقى في كيرف بينزل فيها نسبه مليون في المية، لكن لما الكيرف يطول في يطول ده بيكون نتيجه ايه؟ هو مش اولا طبعا ممكن يعني يكون، انا مش بتكلم على قفشه، انا طبعا عموما لا عموما يعني. ممكن يكون هو مجهد شويه فمقصر عليه عايز يعمل حاجه بس مش قادر، ممكن يكون في عدم تركيز مشتت في حاجه بره مخليه برضو ان هو مش ما عندوش الحماس والقوه، او عنده احساس ان برضو حتى مهما كان وحش هيلعب. زي بقول لك هي المنافسه اللي بتحرك، يعني المنافسه هي اللي بتحرك اللعيب بتخليه هو اللي يرجع تاني ويدوس. لان انا عايز اقول لك حاجه، يعني المدرب بيأهل كويس نفسيا بدنيا بحط التكتيك المناسب، انما مين اللي بينفذ الكلام ده؟ انا ممكن ال 11 لعيب دولت ما يعملوش حاجه. انا ما اقدرش كمدير فني حتى لو حاولت اعالج في اثناء الماتش ما بلحقش. انما القصه كلها هي العناصر التدريبيه، يعني انت لو جبت احسن مدرب في العالم في التاريخ ومعاه عناصر مش كويسه عمره ما هيعمل حاجه، مش يعني مش ساحر هو طبعا. فده اللي كان مزعل جمهور النادي الاهلي، ان عنده احساس او متاكد ان اللعيبه دي اصحاب البطولات واصحاب الانجازات والارقام القياسيه سواء الفرديه او كتيم كامل، وحاسين ان هم لا تعادل مع هنا وتعادل مع هنا. وبعدين المشكله الاكتر كمان، لو انت في المباراه، لو هندخل فنيا شويه، لو انت جوه المباراه وما بتوصلش للجون هنقول يبقى في خلل في الطريقه طبعا، خلل في اسلوب اللعب. انما لما تكون بتوصل كتير وتضيع الفاينل وتيجي واحده فيك تك تضيع الماتش درون، تضيع بنطين. فده اللي بيزعل الجمهور صحيح.
فلما حصل تركيز شويه يمكن لما اللعيبه بقى ركزت وحست بالخطر. ماتش بيراميدز انت بتكسب سكور في فرقه كبيره بتنافس. طبعا. وربنا عوضك عن الاخفاقات اللي قبل كده، ان كره بالعرض تخبط في واحد غير اتجاهها وتروح، اللي انت كنت قبلها بماتشين ثلاثه قدام المرمى والكره تيجي في العارضه وتطلع. صح. الكره فهو التوفيق طبعا بيبقى او الحظ بيجي مع الناس المجتهده المركزه المصممه. الماتشين اللي فاتوا تحس ان في تصميم على المكسب، انا نازل اكسب، انا عايز اكسب، انا عايز ارضي الجمهور اللي ورا ده، انا عايز كذا، انا عايز كذا، لان زي ما بقول لك هو منعطف خطير الفتره اللي جايه. كم ماتش في الدوري منهم الماتش طبعا اللي جاي ده ماتش صعب جدا بتاع المصري لسه كسبان الاتحاد. حسام ابراهيم بيعرفوا يحمسوا اللعيبه بتاعتهم قدام اي فرقه، فما بالك بقى قدام النادي الاهلي لان النادي الاهلي له حساسيه خاصه. طبعا لان هو ده اللي بيظهر الفرق وبيظهر المدربين وبيظهر حاجات كتيره. فهم مركزين جدا في المباراه دي، كسبان برضو مدياله دفعه، كسبان فرقه كبيره زي الاتحاد ماشيه كويس السنه دي فكسبان وعامل شكل كويس بلعب النادي الاهلي. فماتش صعب جدا، محتاج من اللعيبه برضو تركيز اكتر، انسى الماتشين اللي فاتوا المكسب، العب مباراه قويه، اخلي بالي قوي من الكور اللي هي الحاجات المرتده، لان برضو سمه يعني معظم الفرق انها برضو قدام النادي الاهلي بتبقى غير بتطلع كل اللي عندها. طبعا. بتقفل كويس قوي، بتعتمد على الحاجات المرتده عشان يخطف جون يبرجل لك الحسابات بتاعتك ودخلك في دوامه بقى وصربعه وعدم ثقه وكده. فاحنا عايزين الفتره دي المكسب يمتد، احنا بنطمع كمان غير المكسب ان مستوى الاداء يتحسن عشان انت رايح لاداء المفروض يبقى عالي هناك. ما هي دي بقى النقطه. خلينا الاول نتكلم في حاجه، فكره ان حضرتك ذكرت في وسط كلامك فكره الضغط معانا. انا لا اشعر ان الضغط معانا زي الموسم اللي فات. ليه؟ لان انت عندك خمس مفروض ماتشات للدوري تم تاجيلهم عشان كاس العالم للانديه، فدي خطوه اعتقد جيده. حلو. النقطه الثانيه، انا برضو لما اجي اتكلم عن الاخفاقات اللي عندي نقطه في غايه الاهميه حضرتك ذكرتها، عشان انا جاي على التقيل. يعني طبعا الدوري مفيش رفاهيه ان هو يروح مننا باذن الله هذا الموسم، لكن انا داخل برضو على التقيل، والتقيل ده انا عايزه، يعني انا برضو عايزه. صحيح. فانا عندي دلوقتي بعض الدروبات اللي ربما تحسننا في بعضها، بس لسه في البعض الاخر منها قائم، ومنها زي ما حضرتك قلت الفينال بتاعنا. طبعا. بنلعب حلو جدا، من استحوذ بشكل رائع، تمريراتنا كويسه، الميس باس قل، لكن الفينال بتاعنا لا. ده راجع لايه؟ يعني انا نفسي حد يشرحها لنا حتى بشكل مبسط، فين الازمه هنا؟ الازمه كانت موجوده، هي زي ما بقول لك اتحسنت ببدايه من ماتش بيراميدز. دايما انا لما بيبقى في نتائج مش كويسه ومفيش مكسب، اللعيب نفسه بيبقى عليه ضغط ان هو عايز يكسب، بيتسرع. فبدل ما الكره تجي لي احطها بثقه. لان هي الكره عايزه ثقه في النفس، وعايزه قرار، مش تسرع برضه، وعايزه قرار. يعني انا وجايه لي كره انا عارف ان انا هجيبها جون، لو قعدت احسب بقى يا نهار ابيض لو ضاعت مني الدنيا هتقوم، احنا ممكن يحصل حاجه، ممكن مش عارف من الثانيه اصلا وهي زي بقول لك ثانيه لثانيه قرار. هو قرار. القرار لازم العب لعب، لازم مثلا لما اروح واحد على واحد لازم ارقص واروح. دي الثقه. انما لما تجي لي بقى واروح لعبها جنبي واروح لعبها ناحيه اليمين واخدها تاني انت فاهم ازاي؟ انما لازم يكون عندي ثقه ان انا اروح اجيب جون واحط رجلي ما هتيجي. طب في ضوء اللي فات بقى توقعات حضرتك ايه الماتش المصري؟ انا شايف ان اللعيبه خلال المباريات اللي فاتت يعني خلاص الثقه رجعت والمكسب رجع والاداء وكده كله طبعا يعني حاطط في دماغه، لان انا اعتقد يعني انا اعتقد مش عارف ان المفروض ان الراجل يبتدي يثبت شويه الفرقه. ليه بقى؟ لان كريم ماتشات الدوري، انت عندك ماتش النهارده بعد يومين ماتش، يعني انت فاهم ازاي؟ عايز مجموعه كبيره من اللعيبه، انت رايح بطوله الماتش الواحد نتيجته بتفرق اذا كنت هتكمل ولا هتطلع. صح. طبعا. فانت لازم تثبت الفرقه، وخصوصا بيبقى في اماكن معينه لازم تبقى يعني احنا بنطالب المهاجمين بالاهداف والكلام ده، لازم يبقى في انسجام في الخط الامامي. ما يبقاش كل مره انا بلاعب شادي ومعاه الشحات ومعاه سافيو، الماتش اللي بعده شريف، لا شادي بره، لا مش عارف، يعني برضه بتبقى في حاجات، لان في حاجات في الملعب وانت بتلعب
بتبقى حافظ اللي جنبك. اه طبعا بنظرة العين صح، وبالذات كتير. في الحته الهجوميه لان نص الملعب بيبقى عنده نوع من انواع الوقت انك تمسك الكوره وتبص وتلعب وتوزع وكده. كل ما بتقرب على ال 18 التصرف لازم يبقى اسرع طبعا من المهاجم، لان المان تو مان بتزيد طبعا، يعني يمكن تحت شويه بتبقى المان تو مان بعيده وبيبقى في دفاع منطقه، فالناس بتروح على المساحات اللي هي فيها الكوره وكده. في ال 18 اللعيبه عامله مارك جامد وماسكه يعني الفراوده كويس قوي، فلازم يبقى فيه تصرف سريع. التصرف السريع ده مش هستنى كريم لما يجي لي الكوره عشان ابص اشوف كريم راح هنا ولا هنا، انا عارف اوريدي كريم بيلعب معايا ماتشات كتيره فعارف انه جنبي هروح اعملها له كده. دي من سر الطبخ عند ميسي طبعا، هو خلاص حافظ ومفكر. فعشان كده بقول لك التحرك الامامي بالذات لازم يبقى فيه تثبيت في الفرقه شويه، عشان يعني كل طبعا مستويات في كاس العالم للانديه مختلف عن مستويات هنا. مستويات اعلى، لعيبه خبره أكيد. اكتر طب. الضغط بيزيد، لعيبه عندها فكر عالي، فلازم يبقى فيه تركيز سواء من المدافعين او المهاجمين عليهم عبء كبير قوي. فانت يعني مش يعني لازم يبقى فيه تشكيل ثابت، انا رايح عارف ان انا هبقى موجود وعارف مين اللي جنبي ومتفق معاه على الحاجات، لان احنا في الملعب برضو ممكن يبقى الاقرب واحد ليك متفق معاه على الحاجات. يعني احنا لما كنا مثلا مساكين انا واللي بيلعب قدامي بقى في حاجات، بص انت لما تروح بص لما الكره تبقى كذا روح انت وانا هغطي، خد الاقرب خد كذا، يعني بيبقى في كلام مع كل كابل مع بعضه بيبقى في انسجام، في كلام بيتقال، في فلازم يعني يبقى في نوع من التثبيت شويه خلال الفتره اللي جايه. وبعدين انا شايف ان هو الراجل خلال بقى من اول ما جه من اول ماتش المينستير وهو بيغير يعني شاف كم لعيبه، انت دلوقتي بتتكلم على 22 لعيب كلهم لعبوا باستثناء طبعا تعرف على كل قدراته، تعرف على كلهم وحتى غير اماكن بعض. فانت دلوقتي يعني الفتره عايزه تثبيت شويه تثبيت شويه. بنشوف حتى الفرق في اوروبا والدوري الانجليزي ما بتلاقيش كل ماتش حد تاني، تلاقي فرقه ثابته بتلعب مع بعضها، بيبقى التغيير في حدود يعني حاجه بسيطه واحد او اتنين نتيجه الاصابه او نتيجه الايقاف، انما غير كده الفرقه ثابته. فنتمنى الحته دي، لان الحته دي ممكن تزود قوي طبعا الفريق، وزي ما بقول لك تدي له الانسجام ويقدر يعمل مباريات كويسه، بدايه من طبعا ماتش المصري المكسب كويس قوي مع الاداء، زي ما بقول لك انت مطالب بالاداء لان انت رايح هناك مش رايح بس تخطف جون، لا مفيش كلام ده هناك، انت رايح برضو لان انت خرجت من المحليه رايح العالميه، فانت برضو المسؤوليه عليك بتزيد انك تعايز يعني تبين الصورة الجميلة بتاع الكرة المصرية ومتمثلة طبعا في نادي القرن النادي الأهلي. كلام جميل. طيب احنا لسه عندنا يعني كذا ملف عايز اتكلم مع حضرتك فيه، بس انا عايز اتكلم برضو في فكرة هنا يعني مشاركة الأهلي في اكثر من بطولة في نفس التوقيت الى حد ما حتى لو كان منظم، الموضوع ده مش جديد على النادي الاهلي تمام. ولكن برضو بيشكل على الجماهير رقم واحد وعلى الاداره الفنيه وعلى الاداره عندنا وعلى اللعيبه نوع من مش الضغط بس التخوف ان انا لو اخفقت في حاجه ربما ده يؤثر على الاداء حتى معنويا حاجات زي كده. ايام حضرتك بقى كابتن حشيش زمان وده اللي احنا عايزين ناخد منه الخبره، ازاي كنتوا بتقدروا تتحكموا في ده؟ ازاي كنتوا بتفصلوا بشكل كبير؟ ازاي كان الكلام الحديث اللي بيبقى داير بينكم وبين الاداره وبين المدير الفني، ايه اللي كان بيتقال لكم؟ بص احنا وقتنا طبعا ما كانش فيه الحقيقه طبعا كم البطولات اللي الاهلي بيشترك فيها، يعني هي كانت بطوله دوري وكاس وكانت بطوله افريقيه سواء ابطال دوري او ابطال كاس، دي المسمى واوقات بتصادف بيبقى فيه تزامن بس كانت الحقيقه الناحيه برضو منظمه شويه. يعني احنا كان متعارف ان الدوري ما كانش فيه ماتشات كاس في النص، هي الدوري بيخلص بتبدا الكاس، يعني كان لان العمليه كانت مرحرحه شويه كل بطوله بتسلم اللي بعدها. وبعدين يا كريم احنا كنا الدوري 12 فريق طبعا، يعني انت فاهم انت بتلعب 22 مباراه في الموسم صح، بتلعب كل اسبوع وكده، فانت واخد راحتك خلال الاسبوع كامل وفي نفس الوقت بتخلص بطوله بتبدا بطوله. اما جت بطوله افريقيا هو ده اللي حصل تداخل شويه ما بين الدوري ومباراه افريقيا، بس كان المجموعه الحقيقه اللي انا اتشرفت يعني وكنت معاها طبعا نجوم كبار كل واحد نجم،
يعني انا عايز اقول لك الاحتياطي النادي الاهلي كان منتخب مصر وقتها مش الاساسيين. وكانت طبعا حاجه صعبه بالنسبه لاي مدير فني يجي، يعني كان دايما المقوله تتقال يقول لك المدرب هل ده هيعرف يتعامل مع نجوم النادي الاهلي؟ طبعا نجوم النادي الاهلي. يعني زي ما بقول لك الاحتياطي منتخب مصر. فكان عندهم من الحقيقه من الوعي ان هم ومن اللمه ما كانش فيه تشتيت، يعني احنا اغلب الوقت كنا مع بعض في النادي الاهلي، ما عندناش حاجه خارجيه. ما كانش فيه يعني حاجات تانية تقدر تعملها زي دلوقتي. انا بقول ان دلوقتي اللعيبه يعني نادر لما اقول لك احنا ايه ده مش عارف فلان الفلاني قبل مثلا ماتش حاجه عمل عزومه ولم اللعيبه. دي كانت الستايل بتاعنا على طول ان احنا مع بعض على طول. فدي كانت مديه الفه طبعا. مديه كلام. كان في نجوم كبار كمان في الفرقه اجيال مختلفه، ثلاث اجيال الجماعه الكبار النجوم الكبار الكباتن الكبيره بيتكلموا كتير جدا مع طبعا بقيه اللعيبه. غصبا عنك لازم تسمع لان انت بتتكلم مع يعني كابتن خطيب مثلا يجي يتكلم معانا كله هيبقى قاعد عامل كابتن مصطفى عبده كابتن ثابت البطل، يعني عارف اسماء كبيره جدا جدا نجوم وخبرات في الفرقه في كل خط اكتر من واحد. فانت محمي بناس كتيره مش كله زي بعضه، لا مش كله زي بعضه، لا في طبعا كله زي بعضه كلعب مفهوم، انما مش كله زي بعضه ككلام وكخبرات وبتسمع وبتعمل وبيشوفوا اول باول. لو في حد يعني راح شمال شويه ولا مش مركز شويه ما اقدرش غصب عنه تاني يوم انت ايه مالك الفتره دي لازم تبقى كذا، يعني تفهم ازاي او الوضع كان مختلف. دلوقتي يعني احنا كمان وقتها كنا من ولاد النادي كلنا طالعين من الاشبال، صداقه عمر طويل، بنتمرن في نفس المكان بتاع اللعيبه الكبيره فاوريدي عارفينهم ونتعلم معاهم بيجوا طبطبوا علينا، يعني عارف اسره واحده ومكان واحد وبيت واحد يعني ابن النادي. فكل الكلام ده لازم يخلي الفرقه كده تيجي في الجنينه بتاع النادي الاهلي في الجزيره بتقعد من الساعه 10 الصبح بتمشي الساعه 6 7 بتروح خلاص نايم. الفترة ده انت بتقعد مع اللعيبه ومع الفرقه بتاعتك اكتر ما بتقعد مع اهلك. فكل الكلام ده بينعكس على الملعب يا كريم، كل الكلام ده بينعكس في الكلام والرابطه والتصميم وبتاع. مؤازره جماهيريه مش هقول لك، يعني جمهور اليومين دولت مثلا اللي احنا بنقول ايه ده في 5000 جه يعني ما شاء الله عاملين كذا، لا احنا 70 و80 ألف. انتوا بتهرجوا التدريب صباحي ومسائي 5000 واحد جايين، معرفش بيشتغلوا ايه بس هم جايين يتفرجوا الصبح. يعني كل الكلام ده طبعا هناك فرق عصر ووقت غير الوقت. فعشان كده لازم يبقى في اللعيبه، انا بتكلم الكلام ده كله عشان دلوقتي لازم يبقى اللعيبه الكبيره لها دور، لان الجهاز مهما كان بيدي تعليمات ومع اللعيبه في الفتره اللي هي بتاعت وجودهم في التدريب بس، دور اللعيبه الكبيره انها تلم وتسال على بعض وتسال على اللعيبه الصغيره وتلم الناس مهمه جدا جدا، هينعكس على الملعب وهينعكس على الاداء والهجمات اللي بتضيع والفرص اللي بتضيع. لما بيجي الانتقاد مننا فينا غير ما يجي الانتقاد من بره. طبعا يعني لان طبعا. في لعيبه انا كريم بيقبل مني ان انا اكلمه فانا اكلمه، انا بقبل من نهواند انها تتكلم معاه، يعني طبعا. الكلام ده كله لازم الرابطه دي كلها اللي هي تعتبر معسكر وانت مش عامل معسكر. ايوه صحيح. مش بس المعسكر هو بالليل وان احنا نتعشى مع بعض وننام في حته، لا المعسكر ده طول الاسبوع، ده ستايل حياتنا ان احنا ملمومين يعني. هايل جدا. جميل. تخوفاتك بقى يعني هل في امور معينه حضرتك لاحظت ان هي شبه ثابته وما بتتغيرش برغم كل عمليات الاصلاح اللي احتاجنا ان احنا نخوض فيها في اوقات معينه؟ هل في افه بعينها؟ هل في مشكله بعينها شايف ان دي لو اتحلت هتفرق معانا كتير في كل حاجه؟ انا شايف ان كان في افه خلال الفترات القديمه وبالتحديد فتره موسيماني، الحقيقه دي اختفت ودي برضو ظاهره يعني كانت سلبيه وبقت ايجابيه انها اختفت. الزعل ان انا ما بلعبش ان انا بره، ما هو ما باخدش فرصه عشان كان الفريق يعني زي ما قلنا ثابت زي ما احنا قلنا. بس كانت باينه لو تشوفوا في اوقات معينه بعض اللعيبه اللي كانت بتبقى قاعده على الدكه او جديده على السكور شيت وهي نازله كنا بنحس بقرف
بنشوف بعض اللعيبة وهي خارجة متضايقة وقاعدة زعلانة، الكلام ده طبعا بينعكس على الفرقة، بينعكس على اللعيبة اللي جوه. يعني أنا لما أكون بلعب أساسي والراجل اللي قاعد بره لما يجي ينزل مكاني يبقى متضايق أو ما يلعبش أحس إن هو متضايق، أنا بتضايق أكيد صحيح. وبتأثر عليا وبتبتدي النفوس زي ما بيقولوا تشيل من بعضها وتبقى مش مفيش الرابطة الجامدة. ومش عايز اقول يعني مش عايز اقول ان انا ممكن اللي بره يتمنى اللي جوه، لا دي ما بتحصلش في النادي الاهلي تماما يعني دي صحيح. عمرها ما حصلت في النادي الاهلي، بس الزعل ده بيبقى باين، نفس بشريه في النهايه انت فاهم ازاي. طبعا اللي بيبقى زعلان ده هي حاجه ايجابيه بالنسبه له ان هو زعلان، يعني عنده دم انه ما بيلعبش يعني، فعايز يبقى موجود وعايز يشارك وعايز، دي حاجه كويسه، بس لازم تخليها جواك وتنعكس على ادائك في الملعب وعلى تمرينك. ان انا ما بلعبش، لا انا هلعب، كريم بيلعب مكاني مش احسن مني، انا لازم ادوس عشان هتجيلي الفرصه، هتجيلي الفرصه، لان لا قدر الله في ايقافات في كذا في كذا في كذا. فهو الاحساس ده اللي كان موجود انا دلوقتي شايفه ان هو اتغير بصراحه مع الجهاز الجديد، وبانت من اول يوم في ماتش المنستير هرجع له تاني. لو ترجع بالذاكره الهدف اللي جه بتاع محمد عبد المنعم في اخر ماتش، وده اول ماتش للخواجه كولر وبره مصر وفي بطوله صعبه، بطوله افريقيه، وبلعب مع فريق في بلد دربيات معانا، واكسب في اخر دقيقه، شفت اللعيبه قامت نطت على محمد عبد المنعم وكلهم وبتاع، فحسينا ان في عهد جديد بعد اللي كان حاصل، لا في حاجه جديده ابتدت. شايف انا بقول لك الرابطه واللمه، شوف الماتش اللي فات ماتش بيراميدز اللعيبه عامله ازاي، بتروح تجري على اللعيبه والاحتياطي بيروح، هو ده الروح اللي احنا نكمل بقى على كده يا رب، نكمل على كده بدون اي سلبيات. مزيد بقى كمان لان جمهور الاهلي برضو يعني جمهور عايز نتيجه وعايز اداء، عايز كره حلوه، عايز اجوان حلوه، مش شحات يعمل كده وروح حاططها النادي الاهلي عايز يرجع الجمهور، عايز يرجع الحاجات الحلوه كان بيتفرج عليها. راح اتفرج على النادي الاهلي عشان هو ان شاء الله هيكسب، بس هيمتعنا، عايز استمتع بالكره، عايز استمتع، مش عايز ان انا اكسب وافضل لغايه اخر لحظه ها والقصه وابقى اعصابي تعبانه، لا ده انا عايز اشجع. بس احنا برضه ملوك ال 90 بلس يعني، ما هو بالظبط بالظبط عادي يعني بتبقى حلوه بس برضه، بس والنبي عايزينها من الاول دلوقتي عشان بس يعني عشان اعصابنا تعمل. كابتن حشيش نورتنا، وكل سنه وحضرتك طيب مره ثانيه، ان شاء الله اللي جاي يبقى حلو، وشك يعني بيبقى حلو دايما على الماتشات اللي بتبقى قبل للنادي الاهلي باذن الله. نبارك لبعض بعد المباراه كالعاده. لك العاده طبعا نورتنا ونورت الدنيا كلها، ونلتقي على خير باذن الله. اشكرك اشكرك ربنا يخليك. طيب احنا هنطلع فاصل سريع يا حضرات ونرجع عشان نستقبل الاستاذ علي البحيري الناقد الرياضي في ثاني فقراتنا الحواريه، خليكم معانا. المنتخبات المصرية بتشارك بشكل قوي جدا في البطولات المختلفة، بنتكلم هنا على المستوى الدولي، شفنا انجازات لمنتخب السلاح على سبيل المثال، وشفنا كمان للسكواش، وكمان لسه عندنا بطولات كتيرة جدا ومهمة، وبطولة تحديدا هنا العالم لليد، هنتكلم في كل التفاصيل دي ونتطرق للرياضات الأخرى مع الأستاذ اللي منورنا طبعا ضيفنا علي البحيري الناقد الرياضي وصديقنا أكيد العزيز برضو. بونجور يا علي، وكل سنه وانت طيب يا رب. يعني بصبح على كل المشاهدين في قناه الاهلي، وبصبح عليكم، وحشتوني جدا، وكل سنه وانت طيبين. انت طيب يا رب. سلام. عندنا صحيح ملفات كتير، يعني كره يد تلاقي سلاح موجود غير، وعندنا كمان غيرهم كتير، بس تحب نبتدي ببطوله العالم لكره اليد ولا تحب نبتدي بالسلاح وكاس العالم للسلاح اللي اقيم مؤخرا في ايطاليا ومصر كان ليها مشاركه مميزه فيه؟ اختار ونبتدي. ممكن نبدا بالسلاح عشان كان انجاز كبير جدا، ويعني لقى صدى كبيره جدا الفتره اللي فاتت. كانت بطوله قويه وكان فيها منافسه شرسه، بس الحقيقه لاعبتنا عملوا شغل رائع. انت كيف رايت المشاركه المصريه في النسخه دي من كاس العالم للسلاح؟ يمكن السلاح المصري في الفتره الاخيره او في السنين اللي فاتت بيحقق انجازات كبيره جدا وبطولات عالميه، وبنشوف تصنيف كمان عالمي متقدم لمصر، وفي ناس متصدره التصنيف الدولي والعالمي، دي حاجه طبعا كبيره جدا. يمكن كاس العالم للشباب السيف المبارزه اللي كان في ايطاليا الاخير ده، يمكن مصر حققت ذهبيه الفرق وذهبيه الفردي. ذهبيه الفردي كانت عن طريق البطل محمد السيد طبعا، وذهبيه الفرق لمنتخب مصر اللي مثله طبعا محمد ياسين ويوسف شامل ومحمود السيد ومحمد السيد، يعني كان طبعا حاجه، يعني محمد ياسين طبعا كان حاجة كبيرة جدا. مصر كسبت المنتخبات المصنفة كلها، كسبت الناس اللي كمان بتلعب بطولة على أرضها، طبعا دي كانت حاجة كبيرة جدا. منتخب السلاح بيقدم مستوى عظيم جدا الفترة اللي فاتت، يمكن لو حضرتك تعرف إن سلاح سيف المبارزة المصنف الأول عالميا من في العالم هو مصري محمد ياسين،
المصنف الثامن عالميا اللي هو محمد السيد اللي خد الذهب. الله، احنا دعوتنا مستجابه كانت ولا ايه لما كنا بنتكلم على استنساخ الاسكواش والنجاحات والسيطره والهيمنه المصريه؟ دي حقيقه، دي حقيقه. فمصر قدمت اداء كبير جدا واداء عظيم جدا، يمكن ده بيحصل كتير على فكره في منتخبات الشباب والناشئين في السلاح مش بس في الكبار. فاحنا بنبني اجيال للسلاح المصري تقدم حاجات كبيره. يمكن اتكلمت مع المهندس عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح، اللي طبعا ما شاء الله طبعا انجازات متتاليه في السنين اللي فاتت. يمكن هو طبعا بيتكلم دايما على باريس، كل اللي بيحصل ده عشان باريس 24. طبعا ميداليه غايبه عن السلاح المصري من منذ علاء عبد القاسم في اولمبياد لندن 2012، لكن مصر هدفها باريس. هو بيقول لي ان شاء الله احنا حلمنا في باريس ان احنا نحقق ميداليه، ومش هدفنا ان احنا بس نحقق بطولات دوليه، احنا دايما عايزين استمراريه. مصر مش عايزه تنافس، مصر عايزه تتواجد دايما على منصات التتويج، نرفع علم مصر في كل حته، ده هدفه. بيقول لي انا مش دايما عايز العب على الكبار، انا بلعب على كل المراحل. في الحميه دي كمان دي حقيقه طبعا. ودايما هو كمان بيتكلم معايا ان لعيبه السلاح المصريين غير اي لعبه، بيشوفهم في الملعب ان هم فعلا عندهم مسؤوليه، عايزين فعلا دايما بيخش يلعبوا بكل قوه، بيقتلوا نفسهم في الملعب عشان يشوفوا العالم بيترفع. فهو بيقول لي انا مش عاوز بس ان انا يعني اللعيب ياخد بطوله ويتكرم ويرجع هنا يرجع في البرامج، لا انا عاوز دايما استمراريه، كل جيل بيسلم جيل. قال لي انا خلصت الناشئين دخلت على الشباب، خلصت الشباب دخلت على الكبار، هرجع تاني يا ابني جيل جديد. فهو الاستمراريه دي مهمه جدا، واللي اتحقق كمان في بطوله كاس العالم كمان لسيف السلاح السيف في المجر، كمان منتخب مصر خد البرونزيه الفرق، وخد كمان البطل احمد هشام السداوي خد برونزيه الفردي، ده انجاز جديد برضو لمصر. يمكن اللي عايز اقول لحضرتك ان محمد ياسين اللي خد ذهبيه الفرق في سلاح سيف المبارزه هو مصنف الاول عالميا، وخد الذهب قبل كده مرتين زي محمد السيد. فاحنا بنكرر انجازات حققت قبل كده وبنستمر، وده طبعا ده تطور، وده احنا عاوزينه على طول، وان شاء الله في باريس لازم يكون في ميداليه للسلاح المصري. ما هي دي النقطه علي اللي انا عايزه اتكلم فيها، اللي شويه غامضه بالنسبه لي. يعني احنا عندنا على المستوى الفردي ابطال متالقين جدا في هذه الرياضه تحديدا في السلاح، لكن تيجي تشوف في الاولمبياد مش بنحقق اللي احنا نتمناه او اللي احنا نستحقه. يعني شفنا ده في الاولمبياد اللي فاتت، ونتمنى ان شاء الله يبقى في فارق في باريس 24، بس ليه ما شفناش ده في الاولمبياد الاخيره؟ يعني ايه اللي حصل؟ ليه في طوكيو ما قدرناش نحقق ده؟ اللي عايز اقوله لحضرتك ان في طوكيو اللي فاتت دي يمكن منتخب مصر حقق نتائج كبيره جدا على مستوى الفرق والفردي. يمكن في الفردي مصر خدت مركز خامس وسادس وثامن. ماشي، انا بتكلم في خامس وسادس، انا بتكلم ليه ما بنبقاش من التوب مثلا 2 او 3؟ ده اللي انا اقصده. لان احنا بنبني جيل جديد. اوكي، يبقى دي نقطه. من 2012 من 2012 احنا بنبني جيل جديد. لما المجلس ده جه من 5 سنين، يعني الدوره الاولى 3 سنين والدوره دي عدى منها سنه 4 سنين الكابتن عبد المنعم الحسيني، هم بيبنوا جيل جديد، بيبنوا من تحت. هو مش بيبص على الكبار اول، هو بيبدا من تحت من الناشئين. القاعده اللي بتبني اجيال متوارثه، والقاعده دي اثبتت يعني نجاحها نجاح كبير جدا مره في كاس العالم. ليه الفكر ده مش موجود في كل الرياضات المصريه؟ يعني احنا بنتكلم من شويه انا ونهاوند على فكره الهيمنه المصريه في عالم الاسكواش على المستوى الدولي. فرحتني انت دلوقتي لما قلت لنا التفاصيل المتعلقه كمان بلاعيبتنا في السلاح. طب الفكر ده بتاع نبني من الاول ليه مش موجود في كل الرياضات المصريه؟ فبالتالي احنا ليه مش قاعدين بنتكلم عن نجاح مصري مدوي في كل الرياضات؟ الفكر ده بقى موجود في 4 رياضات في مصر دلوقتي، يعني كره اليد من الناشئين والشباب والكبار كلهم متميزين. لو اتكلمنا على الاسكواش نفس الكلام، لو اتكلمنا على الخماسي الحديث نفس الكلام، لو اتكلمنا على السلاح نفس الكلام. ففي 4 رياضات في مصر، مصر بتنافس فيهم على المستوى الدولي والمحلي والعالمي وكمان الاولمبياد. فشايف ان ده تطور كبير جدا، وده بدا يتنقل للعبات ثانيه زي الكاراتيه برضه. الكاراتيه بدا يخش فيها الموضوع. فانا شايف ان دي حاجه كويسه جدا طبعا. ولو اتكلمت مع حضرتك ان في الاولمبياد النتائج اللي اتحققت دي سواء خامس سادس ثامن او في الفرق خامس ثامن ثامن، ده بالنسبه للاولمبياد نتيجه كبيره. ليه؟ لان انت بتلاعب ناس مصنفين واكبر منك في السن، وانت بتلعب بشباب صغير. فالشاب الصغير لما بيجيب في الاولمبياد خامس في اول مشاركه ليه، وهو بيجيب في المستوى العالمي ذهب، فهو في طوكيو في باريس او في بعد كده في لوس انجلوس عايزين نتألق بقى. بالظبط، هو ده اللي انا بتكلم ان هو بيبني. صح. فاحنا كنا بعاد من 2012، لكن من 2015 او 16 بدأنا نبني وبدأنا نمشي صح. حلو، انا هروح معاك هتنقل كده سريعا للسكواش شويه، لان كان في بطوله اخيره طبعا، ده بطوله بريطانيا، والناشئين بتوعنا اثبتوا ان احنا ماشيين كده في تراك سليم جدا. احنا بنتكلم ان احنا مصنفين عالميا رجال وسيدات، مصر مهيمنه عليها كمان ناشئين. فاعتقد السكواش من الرياضات اللي احنا فعلا نقدر بجد نروح فيها لمزيد ومزيد من التالق ومزيد من الميداليات. بس تاني هرجع اقول ايه سر التالق من وجهه نظرك تحديدا للرياضه المصريه، او يعني في السكواش في مصر؟
يعني كل دولة بنقول ان هي بترجع او تتألق بناء على تاريخ ليه علاقة بالرياضة دي. السكواش ايه تاريخه مثلا مع مصر؟ عندك معلومة عالية تفهمها لنا؟ السكواش هو يعني اعتقد انا وجهة نظري من زمان ان مصر مهتمة باللعبة، بس يرجع السبب او النجاح فيها لأولياء الامور. أولياء الأمور بيهتموا باللعبة فعلا، وبيودوا أولادهم مدارس تعليم للسكواش، وبيسفروهم معسكرات على حسابهم، وهي طبعا اللعبة مكلفة جدا. فأنا شايف أن الاهتمام بيها من أولياء الأمور مع كمان الاتحاد ومع الدعم والحاجات دي كلها هو ده اللي بيفرق. وبعدين بتدرب مع مدربين أجانب، وبتطلع بره وتحتك بمدارس أوروبية وعالمية، فأنت وصلت لمستوى كبير جدا. يمكن في السكواش دلوقتي التصنيف العالمي للسكواش سواء رجال او سيدات مصر. اتفضل بص وراك اهو يا فندم. علي فرج علي فرج وادي دجله، مصطفى عسل للنادي الاهلي، بول محمد الشرباجي، دياجو الياس، مروان الشرباجي، طارق مؤمن، فارس الدسوقي، فيكتور جراون، ومازن هشام. يعني ست لعيبه او سبع لعيبه في اول 10، ومنهم اول 2 من مصر. ودي حاجه كبيره. ويمكن مش بس اول 2 من مصر، اول 2 من مصر لكن كمان بياخدوا بطولات. وعندك سابع وثامن مصر برضه. ولو رحنا للسيدات اول 3 في السيدات مصريين، سواء نوران جوهر او نور الشربيني او هاني الحمامي. وعلى فكره الثلاثه مصريين، ونفس الكلام ينطبق على رقم 5 محمد الشرباجي، محطوط جنب منه العالم البريطاني طبعا بحكم حصوله على الجنسيه مؤخرا. احنا بنتكلم على لعيب مصري في طبعاً. حقيقي صناعه مصريه. فاحنا بنتكلم ان في السكواش الدنيا يعني قويه جدا. اللعبه طبعا للاسف مش اولمبيه، لكن احنا في كل المستويات بناخد يعني كده. طب احنا عندنا رياضات ثانيه يعني، لو مثلا نقف ثواني كده عند تنس الطاوله مثلا، باستثناء هنا جوده، باستثناء 4-5 اسماء بالكثير، ما تهياليش ان في اسماء لاكثر من كده، بس احنا بنتكلم على رياضه موجوده في الثقافه المصريه من قديم الازل، حتى في الكوره والكفور والنجوع لازم تلاقي حتى جنب اي قهوه ترابيزه بينج بونج. فاحنا في رياضات معينه احنا من غير حاجه بنمارسها بشكل تلقائي من واحنا اطفال، ومع هذا حجم النجاحات اللي بتتحقق فيها كما مش كيفا، كما لا تتسق بالمره مع اللي المفروض تكون عليه. لان حضرتك الرياضات دي ما كانش فيه الاهتمام بيها زمان زي دلوقتي. يعني انا شايف ان دلوقتي تنس الطاوله بقى فيه اهتمام اكبر من زمان. يمكن هي لعبه طبعا من قديم الازل، ومصر كانت متفوقه فيها على المستوى الافريقي، دي حقيقه. بس انا شايف دلوقتي عندنا 5-6 لعيبه بينافسوا مستويات دوليه طبعا. وكمان ممكن ينافسوا لبيت عمر عصر. اولاد النادي الاهلي برضو عايزين ناكد هنا طبعا منهم بالظبط، عمر عصر وخالد عصر، وعندنا دينا مشرف، وعندنا هنا جوده طبعا البطله المعجزه. كل دول ابطال النادي الاهلي وابطال منتخب مصر، بينافسوا في مستوى دولي ومستوى افريقي ودوري العرب البحر المتوسط وكمان اولمبياد. عمر عصر كان معاه انجاز في طوكيو، 15000 هنا جوده و34000 مصطفى عسل. يعني مش المفروض يبقى الكم اكبر من كده؟ ده المفروض. في الرياضه دي بالذات ده المفروض، حتى متطلباتها ماديا مش مكلفه زي الرياضات الثانيه. ده اللي عايز اقوله. التنس الطاوله اكيد مش زي السكواش، مش زي التنس. يعني تنس الطاوله مش زي التنس او السكواش كتكلفه. أيوة. مش تتطلبش قوي يعني معسكرات كبيره زي الالعاب دي، لكن هي برضو رياضه في نفس الوقت لازم يهتم بيها من نشء من وانت صغير. زي ما هي لعبه مفروض شعبيه، مفروض ان يكون الناس بتلعبها حتى وانت مع اصحابك بتلعب تنس طاوله عادي، اللي هو انت ممكن تلعبها مع اصحابك وانت خارج طبعا. مش لازم تكون في نادي او حاجه طبعا. لكن هو لازم يكون في اهتمام بيها يعني زي الالعاب الثانيه. هرجع لموضوع السكواش، بطوله بريطانيا المفتوحه الاخيره دي. أيوة. يمكن مصر واخده 6 ميداليات ذهب من 10، يمكن امريكا واخده 2، وانجلترا واخده 1، والهند واخده 1. مصر واخده 6 ميداليات، منهم امينه عرفي اللي هي بطله العالم للناشئات، لعيبه منتخب مصر، دي حاجه كبيره جدا. مروان عسل اللي هو شقيق طبعا، هو بتهيألي 8 ذهب و6 فضه بتهيألي لو انا مش غلط. 6 من 10. اوكي 6 من 10. 6 وامريكا واخده 2، وانجلترا واخده 1، والهند واخده 1. تمام. مروان عسل شقيق التايجر المصري اللي هو بطل النادي الاهلي مروان عسل، مصطفى عسل. طبعا دي حاجه كبيره جدا انه كمان اخوه الصغير او شقيقه الاصغر بيكمل انجازاته وهو لسه صغير في الناشئين. وعندنا كمان تاليا شريف، وعندنا امينه عرفي بطله العالم، عندنا اكتر من عنصر في الناشئين او في الناشئات بيحققوا بطولات في الاسكواش، وبيكملوا طبعا انجازات الناس الكبيره اللي هم متصدرين التصنيف العالمي زي علي فرج ومصطفى عسل ونور الشربيني ونوران جوهر وهاني الحمامي. فالاسكواش بيتواصل فيه الانجازات، ولما تكون لعبه اولمبيه هنحقق اللي احنا يعني بنحلم بيه. نفسي السكواش تبقى لعبه اولمبيه. اتمنى لان مصر هتفضل مهيمنه فتره في اللعبه، حتى لو بقت اولمبيه هنفضل مهيمنين فتره، بعد كده مش اللي يحصل محدش عارف، لكن هنفضل مهيمنين فتره وهنحقق. طول ما احنا مهيمنين هي مش هتبقى في الاولمبياد يعني. اتوقع بديهي يعني.
فارقين احنا ولا ايه؟ مش مكتوب لنا يعني نبقى ضامنين ندخل على اي يعني دوره اولمبيه الا لما انت تنظمها بقى، تنظم ان شاء الله في سنه من السنين الاولمبياد زي ما كان مطروح يعني. ممكن ساعتها 34 في في اه في خطه ان شاء الله 2034 وربنا يكرم يعني. وهنا هنا بنت الاهلي جميله وجت معانا في اول حلقه في 10 الصبح في قال لي البرنامج اول حلقه لينا انا وكريم كانت من سنتين ونص كانت معانا. وقد ايه هي بتتكلم، طبعا هي كانت وقتها كمان اصغر من سنتين ونص، بس تحس بجد مشروع بطل اولمبي زي ما كان كابتن محمود الخطيب دايما بياكد لما بيتحدث يعني عن ابناء النادي الاهلي وتحديدا هنا جودي، بيقول لك ده مشروع بطل اولمبي. فان شاء الله يعني تقدر ان هي لسه قدامها سنين طويله، هي لسه صغيره جدا، بس هي فعلا زي ما بتقال بطل استثنائي لان هي بتلعب مع سنها وبتلعب مع سن اكبر وبتنجح. ف يمكن في افريقيا في بطوله افريقيا الاخيره هنا جوده كسبت واحده اكبر منها بحاجه و30 سنه. بتكلم مع والدتها البنت كانت مخضوضه، هي بتلعب واحده جسمها اصلا لوحدها قدامها صعب، صعب انك بتلعب حد كده وخايف حتى من نظرات وشه. البنت بتلعب بتركيز شديد جدا، هي طبعا موهبه عظيمه وفذه ربنا يحميها، وفي دعم كبير جدا ليها من النادي الاهلي ومن الوزاره واللجنه الاولمبيه ومن والدتها كمان الدكتوره رضوى عزل، بحب اشكرها جدا على دعمها لبنتها. طبعا الدوله نفسها مهتمه بهنا جوده، واعتقد ان هنا جوده واللي زي هنا جوده كانوا من الاسباب الرئيسيه وراء القرار المتعلق بمشروع يعني صناعه البطل الاولمبي. طبعا يعني اكيد لما بيظهر عندك موهبه زي دي وفي السن ده وبيعمل انجازات دي في سن صغير، ده بيديك امل ان انت ماشي صح، وبيديك امل ان انت لازم تبني على الجيل ده، الناس الصغيره دي او الناس الابطال اللي هم الصغيرين دول اللي هم فعلا بيحققوا انجازات في سن صغير، دي بقى العقليه هنا اللي بتفرق بعد كده قدام، بتخليهم بعد كده ابطال بيرفعوا علم مصر. طبعا صح، ده اكيد صح. كلام محترم جدا. دلوقتي بقى احنا عندنا ملفات تانية كتيرة، نخش على منتخب اليد، نخش على اليد، وده كان خبر معانا انا وكريم برضو النهاردة، واتكلمنا على ان المنتخب فقد بعض العناصر الاساسية فيه عن اخر طبع البطولة، ومنهم احمد الاحمر للحق يقال. ف بتشوف ده ازاي تأثيره على المنتخب؟ هل فعلا ممكن انه يؤثر بالسلب او بشكل كبير على ادائنا وعلى البطولة القادمة، ولا هيبقى في تدارك لل يعني العناصر اللي هي للاسف مش هتشارك او اعتزلت دوليا تحديدا؟ قبل اي حاجه، منتخب اليد ده منتخب مشرف جدا طبعا، مش بس في الكبار وفي الشباب وفي الناشئين، كره اليد في مصر هي لعبه مشرفه. انا من وجهه نظري هي اللعبه الجماعيه الافضل في مصر من حيث الانجازات ومن حيث الارقام ومن حيث كل حاجه والتاريخ كمان. فانا شايف ان هي اللعبه المشرفه. هنتكلم عن منتخب اليد بطوله العالم اللي جايه ان شاء الله، اللي هي يوم الجمعه الجايه ان شاء الله، اول ماتش لمنتخب مصر مع كرواتيا، بطولة العالم في بولندا والسويد. يمكن منتخب مصر فقد عناصر قوية، أبرزهم طبعا الأسطورة أحمد الأحمر طبعاً، قائد المنتخب وهداف مصر التاريخي طبعاً، واللي حقق أكبر إنجازات في كرة اليد على المستوى الدولي والمحلي صحيح، كلاعب لأندية أو حتى كمنتخب مصر صفوت. طبعا ده اعتزال الدولي، طبعا ده قرار يعني شخصي وقرار يحترم، لأن أحمد الأحمر قدم الكثير لمصر وقدم الكثير كمان لنادي، فطبعا كانت يعني حاجة مؤثرة جدا لمنتخب مصر قبل بطولة مهمة زي دي. لكن هو يعني احمد الاحمر اعتزل في وقت مهم جدا، اعتزل في وقت هو في اعلى ليفل ليه، واخد بطوله افريقيا ومنتخب مصر، متاهل لبطوله عالم، وحقق كل الانجازات الممكنه والغير ممكنه طبعا. فانا شايف ان هو كمان. طبعا اكيد احمد الاحمر اسطوره يعني اسطوره رياضيه، فهو طبعا المنتخب كده يتاثر بمكانه. وعندك اصابات، عندك يحيى برضو مش موجود والطيار مش موجود، فبرضو في بعض العناصر المهمه، انا مش عارفه هيكونوا الاصابه خفت ولا لا، بس يعني برضو دول مصابين. لو هنتكلم على القايمه، القايمه شهدت غياب احمد الاحمر بسبب الاعتزال، شهدت غياب يحيى خالد اللي هو نجم فيسبر من المجري اللي هو من افضل لعيبه مصر في اوروبا والمرشح لافضل يعني اكتر من جائزه في المستوى الدولي، للاسف قطع في الرباط الصليبي، وهو واحمد الاحمر في نفس المكان. طب ومحمد الطيار وضعه ايه؟ لا، محمد عصام الطيار هو استبعاد فني، استبعاد فني، استبعاد فني، لان الباروندو المدير الفني لمنتخب مصر خد محمد علي اللي هو بيلعب في الدوري الاسباني دلوقتي، وخد عبد الرحمن حمايد حارس النادي الاهلي، خد كريم هنداوي حارس منتخب مصر. طب احنا لما نتكلم على عدم وجود الطيار لاسباب مثلا متعلقه بالاصابه بيبقى كلام منطقي، لكن يتم استبعاده يعني لاعتبارات فنيه، مش محتاجه شويه تفسير دي؟ بص انا لو هتكلم مع حضرتك في الموضوع ده، هو كابتن حماده النقيب هو دلوقتي المدير الحارس مدرب حراس المرمى لمنتخب مصر كره اليد. فاكيد لما بيكون اختيار فني من كابتن حماده النقيب اللي هو احد اساطير كره اليد والحراس المرمى في كره اليد، فانا ما اعتقدش ان انا يكون ليا تعليق. لكن الفتره اللي فاتت انا شايف ان عبد الرحمن حمايد حارس النادي الاهلي لازم يكون موجود، لانه مقدم مستوى كبير جدا مع منتخب مصر ومع النادي الاهلي. محمد علي محقق مستوى كبير جدا مع منتخب مصر في افريقيا الاخيره، وكان موجود بشكل اساسي، وكمان في فريقه الفرنسي اللي كان موجود فيه قبل ما انتقل للدوري الاسباني الموسم ده. كريم هنداوي هو حارس دولي وخبره،
وحقق كتير جدا مع منتخب مصر الفتره اللي فاتت، فبرضه تواجده لازم يكون موجود. محمد عصام الطيار بيلعب مع لايبزيج الالماني، محترف في الدوري الالماني ومن اقوى الدوريات، وهو حارس كبير وحقق للنادي الاهلي وحقق لمنتخب مصر مستوى كبير قد كده وحقق انجازات طبعا. يمكن الفتره اللي فاتت دي هو باروندو او كابتن حماده النقيب ما شافوش ان هو بيشارك بصفه اساسيه، ما بيشاركش بنفس المعدل اللي بيشارك فيه اللعيبه الثانيه سواء مع المنتخب او مع انديته. انت بتتكلم على مع فريق ولا بتتكلم على المنتخب؟ لا الاثنين، مع لايبزيج الالماني ومع منتخب مصر. فهو شايف ان الحراس اللي فادوه الفتره اللي فاتت ولعبوا بشكل زي ورجليهم في الملعب هم دول اللي اقدر اخدهم. فانا شايف ان الاستبعاد ما فيهوش اي مشكله، هو استبعاد فني مش 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 تقليلا من عصام الطيار على قد ما الناس الثانيه اجهز. ده وجهه نظري وده اللي انا شايفه، واعتقد هو ده اللي ممكن يكون صح. فهو الموضوع عادي جدا، لكن الاختيارات في القائمه انا مش شايف اي مشكله بصراحه في الاختيارات، لان للاسف الاصابتين الاصابه او الاعتزال الدولي هياثروا جدا على المنتخب طبعا. احمد الاحمر ويحيى خالد من اقوى اللعيبه في منتخب مصر طبعا، كل منتخب مصر رجاله كلهم لعيبه على اعلى مستوى، لكن المركز ده يمكن هيبقى فيه مهاب سعيد طبعا. ومحسن رمضان نجوم النادي الاهلي الشباب طبعا، هم لعيبه كبيره جدا ولعيبه المستقبل قدامهم، لكن طبعا اكيد هم مش بنفس المستوى بتاع احمد الاحمر او يحيى خالد. ويحيى خالد بالذات، لان يحيى خالد الفتره اللي فاتت مع فيزبريم المجري او مع منتخب مصر هو افضل لاعب كمان في افريقيا اللي فاتت، بطوله افريقيا هو واخد افضل لاعب، افضل لاعب وافضل يعني واخد جائزتين فردتين في البطوله. فيحيى خالد بيلعب في مستوى عالي كبير جدا دوري ابطال اوروبا، فكان غيابه عن البطوله هو هيبقى مؤثر جدا لمنتخب مصر في الحته دي. لكن باروندو والجهاز الفني واللعيبه كلها على اعلى مستوى، مصر حققت حاجات كتيره جدا الفتره اللي فاتت، يمكن البطوله الاخيره في مصر حققنا مركز سابع، واخدين افريقيا ومتاهلين لبطوله العالم. مصر طبعا هتلعب في المجموعه السابعه اللي هيكون فيها طبعا منتخب المغرب وكرواتيا وامريكا، مجموعه مش صعبه منتخب مصر، والبدايه دايما مهمه، البدايه دايما مهمه اللي هي ان شاء الله يوم الجمعه قدام كرواتيا. مصر المفروض توصل لابعد حته في البطوله دي بالنظر للمجموعه اللي معاها دلوقتي، لكن لازم تكسب اول ثلاث ماتشات دول طبعا. توصل للدور الرئيسي بالنقط بتاعتك، بعد ما توصل للدور الرئيسي تفكر بقى بثلاث ماتشات تانيين اللي يوصلوك لقبل النهائي. طب مين المنتخبات اللي ممكن نخاف شويه من مواجهتهم يعني معانا، اللي ممكن نقلق اللي بيبقى فيها مثلا تنافسيه عاليه؟ يمكن مش دلوقتي يعني في المستوى الاول. لا اشرب ميه بقى لو كده. اه على طول. لا لا ما تسكتش ما تسكتش، شرقه تيجي كوبايه الميه تحضر. اللي حصل ده انت خفت من ايه؟ السؤال ولا ايه؟ اتحسد مننا، اتحسد مننا. لا لا هو بس خد وقتك خد وقتك كده خالص. الف سلام. يمكن الدور الاول اللي هو على منتخب المغرب او مجموع الفرح تقريبا اللي احنا نشرب ميه يا ريس في الدقيقه اللي متبقيه على نهايه الفقره، لان صحتك عندنا اهم يعني في الدنيا كلها. ان شاء الله يعني الدور الاول اللي هو يبقى فيه منتخب المغرب وامريكا وكرواتيا. انا شايف ان هو بدايه المستوى او المباريات مش تبقى صعبه. الدور الرئيسي هو المهم. يعني الدور الرئيسي انت ممكن تلعب الدنمارك مجموعه ثامنه. طبعا الدنمارك لينا معاها سابقه في بطوله العالم اللي فاتت، ان كان في ماتش صعب جدا ومستوى قوي جدا وماتش خلص في الاخر بركلات ترجيح. صحيح. فانا شايف ان الفتره الدور الاول مش صعب، الدور الجاي او الرئيسي هو اللي صعب، تطلع بنقطك اللي اخدتها من الدور الاول ودي اللي بتفرق معاك في التاهل للسيمي فاينل او لا. طيب. فانا شايف ان انت لازم تركز في الدور الاول تطلع بالعلامه الكامله، بعد كده تفكر في بعدها بقى لكل مقام المقال زي ما بالظبط. جميل. طيب احنا بنشكرك على وجودك معانا النهارده، نورتنا واسعدتنا وافدتنا بمعلوماتك الوفيره، شكرا ليك يا حبيبي. نورتني علي بجد، وان شاء الله لينا لقاء اكيد اخر. قبل ما نختم هذه الفقره انا وكريم مع حضراتكم، بس اسمحوا لنا ان احنا نقرا هذا الخبر العاجل اللي وفدنا دلوقتي حالا، يعني الاهلي بيتقدم بخالص التعازي للدكتور احمد سعيد نائب رئيس النادي السابق في وفاه والدته الكابتن محمود الخطيب طبعا رئيس النادي، والساده اعضاء مجلس الاداره وقطاعات النادي الرياضيه والاداريه بيتقدمون زي ما حضراتكم شايفين مكتوب بخالص التعازي للدكتور احمد سعيد نائب رئيس النادي السابق في وفاة المغفورة لها بإذن الله والدته، دعين الله المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته. وقال طبعا عايزين نعزي أسرته وإن شاء الله يعني ربنا يرحمها، وزي ما بتقال الواحد ما بيحبش يسمع حاجات زي كده، بس هي دي سنة الحياة. خلينا نروح فاصل مع حضراتكم وهنرجع، بس بننوه مرة كمان هي فقرة مسجلة هتكون مع دكتور إيمان المراكبي بعد الفاصل.